التحولات اللي عرفها العالم في القرن 19. غنعرفوا أهم هذه التحولات وغنعرفوا الانعكاسات ديولها في العالم. فالعالم من بعد الثورة الصناعية عرف واحد بزاف ديال التحولات. كانت تحولات اقتصادية، أي أنها أثرت على الاقتصاد العالمي، وتحولات اجتماعية، وتحولات فكرية. نبدأ بالتحولات الاقتصادية. التحولات الاقتصادية انعكست على واحد ثلاثة المجالات مهمين: المجال الفلاحي، والمجال الصناعي، والمجال المالي. ففي المجال الفلاحي، العالم ولا كيعتمد على الآلات الفلاحية بواحد الشكل كبير، ولا كيعتمد عليها في جميع مراحل الإنتاج. يعني اليد العاملة باي باي، والأسمدة والمبيدات الكيماوية ولات كتستعمل بواحد الشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فالعالم ولا كيعتمد على واحد النظام آخر في الفلاحة. فقبل كان واحد النظام سميته نظام إراحة الأرض، ولين عوضوه بنظام الدورة الزراعية. نظام إراحة الأرض كيعتمد على محصول واحد في العام كامل، يعني أنهم إلا زرعوا القمح كيحصلوا على القمح فقط. أما النظام ديال الدورة الزراعية فكيعتمد على عدة محاصيل، يعني في العام كامل في الفصول بربعة، يعني أنهم ممكن يزرعوا القمح ويحصلوا عليه في الربيع، ويزرعوا عاوتاني الفول مثلا ويحصلوا عليه في مثلا في الفترة ديال الخريف مثلا. فهاد التحولات هذه كاملة خلات تضاعف الإنتاجية يتحسن بزاف، والمردودية حتى هي تحسنت بواحد الشكل كبير. وهذا غينعكس تماما على المجاعة. فبما أنه كاين المردودية، فالقضاء على المجاعة كان واحد الشيء اللي سهل، وارتفعت النسبة ديال السكان الحضرية حيتاش الناس ولات الهجرة القروية بواحد الشكل كبير. الناس كيحاولوا ما أمكن يمشيوا للمدينة. فهذه كانت هي الانعكاسات ديال التحولات الاقتصادية في المجال الفلاحي. دابا غندوزو للمجال الصناعي. في المجال الصناعي أيضا ولاو كيعتمدوا على الآلة بشكل كبير، يعني أن الإنسان باي باي، ما بقاش عنده ذاك التطور الكبير. يعني الآلة ولات كتخدم بلاصة الإنسان، وحتى هاد القضية كانت في جميع مراحل الإنتاج. وهكا الحجم ديال الإنتاج ولا كيكبر وكيتطور. إضافة إلى ذلك أن تطورات قيمة الصادرات الصناعية، فالدولة ولات كتصنع بزاف، يعني أنها كتصدر بزاف، وهذا الشيء طبعا غيساهم في ارتفاع الناتج الوطني الخام. الناتج الوطني الخام هو القيمة السوقية في السنة، يعني الثروة اللي كتنتج هذه الدولة في السنة، سواء في الصناعة أو الفلاحة أو التجارة والخدمات. هذا الشيء كله كيتحسب وكيعطينا بما يسمى الناتج الوطني الخام. المجال الأخير اللي بنت فيه الانعكاسات ديال التحولات الاقتصادية كان هو المجال المالي. في هذا المجال النظام الرأسمالي داز من ثلاثة ديال المراحل. فراه انتقل من الرأسمالية التجارية اللي كانت كتعامل بالتجارة، للرأسمالية الصناعية المنسوبة للصناعة، وهو يولي تتعامل بالرأسمالية المالية، يعني العملة. فاللي خلى المجال المالي يتحول بهذا الشكل من البيكالا للطيارة هو الانعكاسات ديال هاد التحولات الاقتصادية. سالينا دابا من التحولات الاقتصادية، غندوزو للتحولات الاجتماعية. فالتحولات الاجتماعية اللي عرفها العالم في القرن 19 كانت عدة تحولات: تحولات ديموغرافية، تحولات حضارية، وتحولات طبقية. التحولات الديموغرافية كانت هي أن الدولة الرأسمالية كان عندها واحد الانفجار ديموغرافي، كان بنادم كتير، نسبة التوالد كبيرة، كان الإنسان ما لقي ما يدير تيمشي يولد، ونسبة الوفيات كانت قليلة بطبيعة الحال. علاش؟ حيتاش كان واحد التقدم الطبي هائل، ومستوى العيش تحسن بواحد الشكل مزيان. وكما قلنا التحولات انعكست بواحد الشكل كبير في القضاء على المجاعة، يعني أن المجاعة مبقاتش واحد المشكل كبير في أوروبا ولا في العالم كامل، وهذا هو اللي ساهم في التضاعف ديال عدد السكان. فمادام ما كايناش المجاعة، الإنسان ما غيموتش بالجوع، وما كاينش الأمراض، يعني الطب ولا كيتعامل وكيتكيف مع أي مرض ظهر، دونك الإنسان نقدروا نقولوا أنه كياكل القوت ويتسنى الموت في ديك الوقيته. دونك تا
تضاعف عدد السكان كان شي حاجة نورمال. فهذه كانت هي التحولات الديموغرافية في كافة الدول الرأسمالية. من بين التحولات الاجتماعية اللي عرفها العالم في القرن 19 كانت التحولات الحضارية، يعني أن الساكنة القروية صافي ما بقاش لها داك الحب للبادية والقرية، صافي كلشي باغي يهجر للمدينة. فالناس كانت كتشوف إلا مشات للمدينة غيلقاو واحد المستوى أفضل للعيش، وغيلقاو واحد الفرص اللي واجدة للخدمة. دونك نسبة التمدين كانت بواحد الوتيرة سريعة، والعكس كذلك صحيح. فنسبة الساكنة القروية تراجعت بواحد الشكل كبير. فمن اللي ولات الهجرة القروية بواحد الكثافة وواحد الوتيرة اللي مجهدة بزاف، إضافة إلى النمو الديموغرافي، كان بنادم ملاقي ما يدار كيمشي يولد، فبانت واحد المدن اللي مليونية، يعني كتوصل لمليون. المدينة فيها جوج المليون، مليون شخص. يعني بانت النتائج ديال هاد النمو الديموغرافي وهاد الهجرة القروية. في القرن 19 بانت واحد التحولات طبقية، يعني الطبقة البرجوازية اللي عندها النفوذ ووسائل الإنتاج ووسائل الإعلام والمصانع تطورات بواحد الشكل كبير. وكذلك العكس صحيح، الطبقة العمالية البروليتاريا اللي كانت كتعاني من الاستغلال تأزمات الوضعية ديالها، وتأزمات كذلك المكانة ديالها في المجتمع. نفهموا دابا التحولات الفكرية اللي عرفها العالم في القرن 19. فالتحولات الفكرية كانت عبارة على مذاهب، يعني واحد المذاهب اشتراكية صوبوها شي ناس وداروها، هي اللي شكلت التحولات الفكرية. فبانت ربعة ديال المذاهب اللي عرفها العالم في القرن 19. كاين الاشتراكية الطوباوية، والاشتراكية الفوضوية، الاشتراكية العلمية، والاشتراكية الليبرالية الكلاسيكية. ما غدوخوش، ما تخافوش، انا غنشرح هذا الشيء بالتفصيل. الاشتراكية الطوباوية كان من اشهر الرواد ديالها هو روبرت اوين. هاد روبرت اوين هذا كان واحد السيد اللي ظريف بزاف، وكان كيطالب بانهم يعتمدوا على واحد النظام يكون تعاوني باش يساليو من الاستغلال الرأسمالي للعمال. فالرأسماليين كانوا كيستغلوا العمال بواحد الشكل كبير، والعمال كانوا كيقاسيو في القرن 19. فروبرت اوين هو اللي كان من اشهر الرواد ديال هاد الاشتراكية الطوباوية اللي كانت كتعتمد على الطيبة والطيبوبة. داكشي علاش طالبهم باش انهم يعتمدوا على واحد النظام تعاوني. فالمذهب الثاني هو الاشتراكية الفوضوية. علاش تسمات بالاشتراكية الفوضوية؟ الاشتراكية الفوضوية كان من اهم الرواد ديالها هو جوزيف برودون. هاد السيد هذا طالب بالعمال انهم يحيدوا الدولة، يعني انهم يحيدوا الحكومة ويخليوا الدولة تطيح، يطيحوا الدولة بلا ما يدير شي حلول لعملية اللي تخلي الدولة انها تنظم وانها تضمن السلم والسلام. فهاد الاشتراكية هادي ما كان عندها لا ساس لا راس. فجوزيف برودون بغي يخلي الدولة بحال الدجاجة اللي مقطع لها الراس، يعني انهم يطيحوا الدولة ولكن بدون حلول، بدون اي براتيك. فرهاد جوزيف برودون كان كيطالب فقط ان العمال يطيحوا الدولة لا غير. وداك الشيء علاش تسمات بالاشتراكية الفوضوية، يعني اشتراكية ما عندها لا ساس لا راس، من مور ان الدولة تطيح غتعم الفوضى. المذهب الثالث هو الاشتراكية العلمية. علاش تسمات بالاشتراكية العلمية؟ حيت نشأت على اسس علمية، واللي كان من الرواد ديالها الفيلسوف الشهير مؤسس علم الاقتصاد كارل ماركس. وما نساوش ان الصديق ديالو اللي عاونو فريدريك انجلز الفيلسوف المشهور جدا. هاد الجوج هادو اعتبروا ان البشرية، تاريخ ديال البشرية، هو نتاج، يعني نتيجة ديال واحد الصراع طبقي. هاد الطبقات كانوا جوج، كانت البرجوازية وكانت البروليتاريا في ذاك الوقت. فالفكرة ديال هاد الجوج هادو هما انهم طالبوا باسقاط النظام الرأسمالي، وبغوا يعوضوه بواحد النظام يكون اشتراكي ديال العمال
وكانوا بغاو يسميوه نظام اشتراكي للعمال. وهذا النظام هذا كان تحت القيادة ديال بروليتاليا اللي هم العمال بطبيعة الحال. المذهب الرابع والأخير كان هو الاشتراكية الليبرالية الكلاسيكية. هاد الليبرالية الكلاسيكية كانت بزعامة أدم سميث. هاد أدم سميث كان من الجهة ديال البرجوازية، كان كيدافع على المصالح ديال البرجوازية، وكان كيعتمد على التوجه الليبرالي. هاد التوجه الليبرالي كان قائم على واحد الأساس اللي هو حرية الاقتصاد، يعني أنك ممكن يكون عندك الفلوس، الملكية الفردية والملكية الخاصة، يعني أن فلوسك يبقاو ديالك ما يتدخل فيهم حتى شي واحد. يعني أنت ما شغلكش في الطبقة العمال، أنت من الطبقة البرجوازية، فلوسك ما يتدخل فيهم حتى شي واحد. فكانت هذه هي التحولات الفكرية اللي عرفها العالم في القرن 19. في القرن 19 بنت واحد الحركة عمالية وواحد المجموعة من الهيئات النقابية. هاد الحركة العمالية وهاد الهيئات النقابية كانوا كيدافعوا بشكل كبير على العمال وعلى القساوة اللي كيعانيوا منها هاد العمال. فالعمال كانوا كيعانيوا بواحد الشكل كبير، كانوا كيخدموا 8 ديال السوايع بواحد الأجور زهيد. مثلا كتخدم انت 8 ديال السوايع تتاخد 5 درهم مغربية، يعني نص دولار أمريكي، يعني حمار الطاحونة وصافي. فكانت هذه القساوة بهذا الشكل هذا، وهذا هو اللي خلى الوعي السياسي يرتفع. الناس ولات كتنخرط في النقابات بواحد الشكل كبير، كيزعموا ولاو تيزعموا على انخراط في النقابات اللي كتدافع على الحقوق ديالهم. دار واحد التأطير للعمال، وهذا الشيء كامل خرج بواحد النتيجة إيجابية للعمال. فراح حققوا عدة مكاسب بحال الاعتراف بحق الانتماء النقابي وحق الإضراب وتخفيض الساعات ديال العمل بطبيعة الحال وتحسين الأجور. فمن بعد هاد المفاوضات ما مشاوش بيديهم خاويين، بل حققوا عدة مكاسب اللي كانوا طامحين أنهم يحققوها. كخلاصة، هاد التحولات كلها اللي شهدها العالم الرأسمالي في هاد القرن هذا اللي هو القرن 19 كانت تأثيرات إيجابية. كانت تأثيرات إيجابية عززت واحد القوة ديال الاقتصاد، يعني الاقتصاد ولا قوي لجميع الدول الرأسمالية. ولكن كانت لها تأثيرات سلبية اللي كانت مرتبطة بداك التنافس الإمبريالي اللي كان ما بين الدول الأوروبية، وهكذا غتندلع الحرب العالمية الأولى في 1914، التنافس الإمبريالي والاندلاع الحرب العالمية الأولى. كلنا عارفين أن أول سبب مباشر للحرب العالمية الأولى هو القتل ديال الطالب الصربي غافريلو برينسيب الولي عهد نمسا فرانس فرديناند. ولكن راه قبل ما يوقع هذا الحادث اللي سبب في الحرب العالمية الأولى، كانت من قبل هذا الحادث واحد الأحداث اللي كانت كتشير أن واحد الحرب دموية كبيرة غتوقع. هاد الأحداث هي التنافس الإمبريالي اللي غنشرحه في هذا الدرس. فشنا هي المظاهر ديال هاد التنافس الإمبريالي، وشنا هي الوسائل ديال هاد التنافس الإمبريالي، وشنا هما الأزمات الدولية والعلاقة ديال هاد الأزمات الدولية بالاندلاع ديال الحرب العالمية الأولى. غنبداو بالمظاهر ديال التنافس الإمبريالي. المظاهر ديال التنافس الإمبريالي كانوا جوج: التنافس الاقتصادي والتنافس السياسي. التنافس الاقتصادي كان ما بين ثلاثة ديال الدول، كانت فرنسا وكانت انجلترا وكانت الامبراطورية الألمانية اللي الله تكونت في 1871. هاد الدول بثلاثة كانوا طامعين في المناطق ديال البلقان والمناطق ديال افريقيا، وخصوصا المناطق ديال النفوذ، دوك المناطق اللي يمكن لأي دولة تستثمر فيهم وتخليهم يخدموا الاقتصاد ديال الدولة ديالها. وما نساوش ان في الدرس اللي فات ختمت لكم باللي راه واخا كانت هذيك التحولات في العالم في القرن 19 واخا كانت ايجابيه، ولكن راه كانت عندها واحد السلبيات هي اللي خلات هذا التنافس الامبريالي يطرى. فالمانيا وفرنسا وانجلترا واخا كان عندهم داك الانتاج كبير وواحد المردوديه كبيره، ولكن فاش يصرفوا داك الفائض ديال الانتاج كان خاصهم يلقاو شي مناطق بحال المناطق ديال افريقيا والمناطق اللي في البلقان. وماشي غير الفائض ديال الانتاج، بل حتى الفائض البشري. فكان عندهم واحد البشر كتير، يعني
كما قلنا في الدرس اللي فات ان ديك التحولات خلات شي مدن يوليو مليونية، يعني مليون ديال البشر في مدينة واحدة. دونك كانوا باغيين يتخلصوا منهم في هذه المناطق، هذه المناطق الإفريقية والمناطق ديال البلقان. بالنسبة للمناطق اللي في البلقان كانت صربيا، رومانيا، بلغاريا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اليونان، ألبانيا. أما المناطق الإفريقية اللي كنهضروا عليها فهي المناطق اللي كاينة في القارة الإفريقية بصفة عامة، كاين الجزائر، كاين تونس، كاين ليبيا، كاين حنايا، كاين تقريبا القارة الإفريقية كاملة. دابا سالينا من التنافس الاقتصادي، غندوزو للتنافس السياسي. التنافس السياسي كانت كل دولة أوروبية بغى حقها من الحلوى، يعني إنجلترا كانت كتستهدف الهند بواحد الشكل كبير، وكانت كتشوف أن النمو ديال القوة البحرية في ألمانيا غتشكل عليها واحد الخطر اللي كبير بزاف، وما غتخليهاش تحكم السيطرة ديالها بالهند. أما بالنسبة لألمانيا فحتى هي كانت بغى توسع المستعمرات ديالها على إنجلترا وفرنسا. الإمبراطورية الألمانية كانت موجهة التركيز ديالها في غرب أوروبا فقط. وأخيرا فرنسا اللي كانت بغى ترجع ديك الألزاس واللورين اللي خدتها منها ألمانيا. فألمانيا في 1871 كانت هرفات على واحد المنطقة سميتها الألزاس واللورين، الفرنسا هرفات عليها وردتها ديالها. دونك فرنسا كانت بغى ترجع ديك الألزاس واللورين وبغى تكبر الإمبراطورية الاستعمارية ديالها في شمال إفريقيا، يعني فرنسا كانت بغى توسع على حساب المغرب على حسابنا حنايا. فكان هذا هو التنافس السياسي اللي كان ما بين إنجلترا والإمبراطورية الألمانية وفرنسا. هكا غنكونوا سالينا مظاهر التنافس الإمبريالي. غندخلوا الوسائل ديال التنافس الإمبريالي. كانوا ثلاثة ديال الوسائل ديال التنافس الإمبريالي، كانوا الأحلاف، وكان التسابق نحو التسلح، وكان التغلغل السلمي. هادو بثلاثة غنشرحوهم بالتفصيل الممل. بالنسبة للأحلاف كانوا جوج ديال الأحلاف، كان التحالف الثلاثي، مسمي بالتحالف الثلاثي حتاش كانت فيه ألمانيا والنمسا وهنغاريا، وكانوا ضد الوفاق الثلاثي. هاد الوفاق الثلاثي كانت فيه فرنسا وروسيا القيصرية، يعني الاتحاد السوفيتي، وإنجلترا، يعني بريطانيا بصفة عامة. هذا التحالف الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول المحور، كانت فيه ألمانيا والنمسا وإيطاليا. أما الوفاق الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول الحلفاء، ففين ما تسمع دول الحلفاء عرفها فرنسا، الاتحاد السوفيتي، وبريطانيا يعني إنجلترا. فهاد الأحلاف بهذا الشكل كان وسيلة من وسائل التنافس الإمبريالي. ندوزو دابا للتسابق نحو التسلح. ففي الفترة قبل ما تبدأ الحرب العالمية الأولى كانت كل دولة كتنش على الكبالة ديالها، كل دولة كترفع من أعداد الجيوش وكتتطور من ذاك العتاد العسكري، كل دولة كانت كتزيد من المصانع ديال الأسلحة، وهذا الشيء اللي كان كيمهد أن واحد الحرب عالمية غادي تنوض. واخا ما كانت لا حرب لا والو، كل دولة أوروبية كانت كتوجد راسها وكانت كتسلح، حيث كانوا عارفين من بعد هذا التنافس الإمبريالي ضروري تجي واحد الحرب كبيرة بيناتهم. دونك كانوا كيتسلحوا باش تايلا ناض شي حرب يلقاو راسهم مسلحين، ماشي عاد غيتسلحوا. وهذه كانت هي الوسيلة الثانية من وسائل التنافس الإمبريالي. الوسيلة الثالثة هي التغلغل السلمي. شنو هو التغلغل السلمي؟ هو واحد التغلغل ما فيه لا حرب لا والو، سلمي، ما فيه لا صداع لا حتى شي حاجة. هاد التغلغل هذا دارته النمسا، هي في الحقيقة الاسم ديالها الكامل هو الإمبراطورية النمساوية المجرية، ولكن باش نختصروها غنبقاو نقولوا النمسا. فالنمسا كانت كتدخل بواحد الطريقة سلمية للمناطق ديال البلقان، كانت كتصيفط الترانات كيمشيو يسنيو معاهدات تجارية وكيرجعوا في حالهم، وهذه المعاهدات التجارية كانت مستفدة بها بالبيان في الاقتصاد، وماشي غير الخطوط السككية فقط، فراح حتى الملاحة كانت كتنشطها في واحد النهر سميتو الدانوب، وهذه القضية حتى هي كانت نفعها مزيان. هكا غنكونوا سالينا الوسائل ديال التنافس الإمبريالي. الوسائل اللي ذكرنا هي الأحلاف، التسابق نحو التسلح، والتغلغل السلمي ديال النمسا. دابا غندوزو لآخر حاجة اللي هي الأزمات الدولية والعلاقة ديالها بالحرب العالمية الأولى. أول أزمة هي الأزمة ديال 1905. هذه الأزمة هذه كانت فيها فرنسا وألمانيا. فألمانيا صفتت واحد الإمبراطور ألماني سميته غيوم الثاني،
صفطاتو لطنجة في 1905. فهاد الامبراطور هذا ما كانش حامل داك المخطط الاستعماري اللي دارته فرنسا على المغرب، وكان كيعتبرو تبرهيش ديبلوماسي كان كيضرب في ألمانيا. فسيناو واحد المؤتمر سميتو مؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906 باش يحلو دوك الخلافات اللي كانت ما بين فرنسا وألمانيا على المغرب. الأزمة الثانية اللي كانت جاية في الطريق هي الأزمة ديال أكادير في 1911. ففي 1911 كانت غتنوض واحد الحرب كبيرة ما بين فرنسا وألمانيا، ففرنسا صفطت واحد الحملة حربية لفاس، وألمانيا كذلك صفطت واحد البارجة كبيرة، بارجة حربية لأكادير. ولكن في آخر المطاف قرروا أنهم يساليوا هاد الأزمة هادي وما يسينيوا واحد الاتفاقية سميتها اتفاقية برلين في 1911. فهاد الاتفاقية هادي فرنسا سمحت لألمانيا على التيوري أنها تاخد واحد الجزء من الكونغو، ففرنسا كانت مستعمرة الكونغو، وبالفعل سمحت لألمانيا أنها تاخد واحد شوية من الكونغو وتنسى عليها المغرب. هادو كانوا جوج أزمات على المغرب. أجي نشوفوا دابا الأزمات البلقانية اللي طرات قبل الحرب العالمية الأولى. فالأزمة البلقانية الأولى كانت في 1908. هاد الأزمة هادي كيفاش وقعت؟ وقعت حيتاش النمسا ضمات البوسنة والهرسيك وما داتهاش في الرغبة ديال صربيا. فصربيا كانت باغا دير الوحدة ليوغوسلافيا اللي كانت داخلة فيها البوسنة والهرسيك، ولكن النمسا ما عطاتهاش اعتبار، ما سوتها لهاش، ونضت ضمات البوسنة والهرسيك. فهكذا نضت واحد التوترات ما بين صربيا والنمسا. الأزمة البلقانية الثانية كانت في 1913. هاد الأزمة هادي كانت غريبة واحد شوية. هاد الأزمة شاركت فيها الدول البلقانية، فصربيا واليونان وبلغاريا نادوا داروا واحد العصبة وسموها العصبة البلقانية، ومشاو يتحاربوا مع الدولة العثمانية ضد الأتراك. فهاد العصبة البلقانية غلبات الأتراك بواحد الوحشية كبيرة، وخلاتهم يتخلاو على كاع الممتلكات ديالهم اللي كاينة في البلقان. ولكن المصيبة اللي طرات هي أن هاد العصبة البلقانية اللي فيها صربيا واليونان وبلغاريا حتى هي طرا فيها مشكل، ونات واحد الحرب ما بين بلغاريا وصربيا. علاش؟ حيتاش فاش غلبوا الدولة العثمانية، فاش غلبوا الأتراك، ديك الغنائم ديال الحرب اللي خداوها ما عرفوش كيفاش يقسموها، ونات الحرب بيناتهم. ولكن في الأخر صربيا هي اللي انتصرت وهي اللي دات الغنائم. فبخلاصة الحرب العالمية الأولى راه ما ناتش بسبب اغتيال ولي عهد نمسا على يد طالب صربي اللي كلنا عارفينه، راه ناتش بسبب التنافس الامبريالي اللي كان سبب غير مباشر. فالحرب كانت نايضة نايضة، ولكن الاغتيال ديال ولي عهد نمسا فرانس فرديناند على يد داك الطالب الصربي غافريلو برينسيب كانت هي الشرارة الاولى ديال الحرب العالمية الاولى. الحرب العالمية الاولى بدات في 28 يوليو 1914 وسالات في 11 نوفمبر 1918. هاد ربع سنين هادي كانت أسود سنين في أوروبا. هاد الحرب هادي المجموع ديال القتلة ديالها تسعود المليون ديال الأشخاص. هاد الحرب هادي كانت أكبر جريمة في التاريخ ديال البشرية كلها. فأولا غنعرفوا المراحل ديال الحرب العالمية الأولى، وغنعرفوا النتائج ديال هاد الحرب هادي. المراحل ديال الحرب العالمية الأولى كتنقسم لجوج ديال المرحلات. كاين المرحلة الأولى اللي كانت من 1914 حتى 1917. هاد المرحلة هادي المدة ديالها كانت طويلة، فراه 3 سنين والحرب نايضة. هاد الحرب هادي كانت مختلفة تماما على الحروب اللي كانوا من قبل، فراه لا في القرن 19 ولا في القرن 18 ولا في القرون اللي دازوا كانت الحروب، ولكن ما كانتش طويلة بحال هاد الشكل هذا. الحروب كانت في نهار مثلا كيمشي جيش ديال هاد الدولة هادي وجيش ديال هاد الدولة كيمشيو يتحاربوا في النهار، واللي ربح كيدي الغنائم. أما في 1914 فكانت الحرب طويلة 3 سنين وهما كيتقاتلوا، 3 سنين ديال العذاب وديال الموت وديال القتل. في هاد 3 سنين هادي ما بقاوش كيعتمدوا على ديك الحرب ديال الحركة، يعني جيش كيمشي يتحارب مع هاد الجيش بطريقة عشوائية، لا، ولاو كيحفروا الخنادق وكيتحاربوا من البعيد. فهاد الشيء علاش هاد الحرب كانت طويلة المدى. فهاد المرحلة هادي
إيطاليا غتنسحب من التحالف الثلاثي، ولكن غتشونج بلاصتها بلغاريا والإمبراطورية العثمانية. في هذه المرحلة هذه اللي امتدت من 1914 حتى 1917، الألمان حققوا واحد الانتصارات كبيرة وفي بزاف ديال المعارك، ولكن هاد الانتصارات ما كانتش حاسمة، ما كانتش حققات داك النصر الكامل. ألمانيا إلا بغينا نشبهوها غنقولوا بحل واحد الماتش ديال الكرة، مثلا الريال والبارسا، الريال غلب البارسا مثلا 3-0، ولكن غلبها في الدقيقة 70، يعني باقي 21 دقيقة ممكن ترجع فيها البارسا على الريال. فهكا كانت ألمانيا، كانت انتصرت في عدة معارك ولكن ما كانتش ديك المعارك حاسمة، يعني دول الحلفاء كانت ما منهزماش 100%. المرحلة الثانية كانت من 1917 حتى 1918. هاد المرحلة هادي كانت قصيرة المدى، فراه عام واحد وقعوا فيه بزاف ديال الحوايج. في 1917 غتندلع واحد الثورة في روسيا. هاد الثورة هادي كانت بالزعامة ديال واحد السيد سميتو لينين. هاد لينين هذا جا وخلى روسيا تنسحب من الحرب العالمية. ألمانيا كانت مزيانة لها هاد القضية، فراه كانت قادة تكونسونطرا غير في الغرب وتنسى عليها الشرق. فمادام روسيا انسحبت من الحرب فألمانيا ممكن تكونسونطرا غير في الغرب دابا. ولكن الصاعقة اللي نزلت على ألمانيا هي أن الولايات المتحدة الأمريكية غتدخل في الحرب مع فرنسا وإنجلترا، حيث ألمانيا كانت كتشوف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت كتعاون بواحد الشكل غير مباشر فرنسا وإنجلترا، كانت كتعاونهم في السلاح وكانت كتعاونهم في العتاد العسكري. فألمانيا ناضت قصفات السفن ديال الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات بطبيعة الحال غتدخل في الحرب ضد ألمانيا. الحرب غادي تسالي في 11 نوفمبر 1918، وغتنتصر فيها دول الحلفاء اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا. كانت هذه هي المراحل ديال الحرب العالمية الأولى. أجي دابا نشوفوا النتائج. النتائج غنقسموها لثلاثة، كاين نتائج بشرية وكاين نتائج سياسية وكاين نتائج اقتصادية. النتائج البشرية فبطبيعة الحال تعود المليون ديال الناس اللي مات في هذه الحرب هذه، وارتفاع عدد القتلى كان من الشباب الذكور، وهذا الشيء خلى الخلل يوقع في التوازن الديموغرافي، ومعدل الولادات كان منخفض بزاف. من الجهة الأخرى فكانت نسبة الشيوخ مرتفعة نسبيا، هذا الشيء هذا خلى المرأة أنها تخرج وتدبر على رأسها في شي خدمة، ولات كتلعب الدور ديال الرجل. وانتشرت المجاعة بواحد الشكل كبير، والأسعار ديال المواد الاستهلاكية، المواد ديال الغذاء بحال الزيت والطحين والقمح، كانت نادرة في ذاك الوقت. فهكذا يمكن لك تصور الحال اللي وصلت له أوروبا في ذاك الوقت. أما بالنسبة للنتائج السياسية ففي 1919 نعقد واحد المؤتمر ديال الصلح ما بين دول الحلفاء ودول المحور. في هذا المؤتمر سيناو واحد المعاهدات كانت قاسية على دول المحور، فسيناو معاهدة فرساي مع ألمانيا، ومعاهدة سان جيرمان مع النمسا، ومعاهدة نوي مع بلغاريا. الخريطة السياسية ديال أوروبا تغيرت جذريا وبانت واحد دول جديدة. الألزاس واللورين رجعوها لفرنسا، ديك المنطقة اللي كانت هارفة عليها الإمبراطورية الألمانية لفرنسا، والنظام القيصري اللي كان في روسيا حيدوه طيروه، داك النظام القيصري اللي كان مترأسه نيكولا تاني حيدوه ما بقاش. أما بالنسبة لألمانيا فالنظام الديكتاتوري اللي كان شادو فيلهلم تاني حتى هو طيروه، وحطوا في ألمانيا واحد الحكومة سميتها حكومة فيمار، وصوبوا عصبة الأمم اللي كانت من الاقتراح ديال الرئيس الأمريكي ويلسون في داك الوقت. ندوزو دابا النتائج الاقتصادية. الاقتصاد الأوروبي تشرشم بالبيان، والإنتاج الفلاحي والصناعي حتى هو نهار بواحد الشكل كبير، وهذا الشيء هو اللي خلى أوروبا تفقد المكانة الاقتصادية ديالها، وهذا الشيء هو اللي كان العكس دياله
في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. فالاقتصاد ديال الولايات المتحدة الأمريكية واليابان كان مزدهر في ديك الوقيتة، في الوقت اللي كانت أوروبا كتعاني من التضخم النقدي. التضخم النقدي هو أن العملة كتكون ما كتسوى حتى شي حاجة مقارنة مع السعر، وهذا الشيء هو اللي وقع في أوروبا من بعد الحرب العالمية. فالشخص الأوروبي في ديك الوقيتة وخا يكون عنده بزاف ديال الفلوس ما غيكونوا كيسوا والو قدام الأسعار. الأسعار كانت مرتفعة بواحد الشكل كبير. فمثلا الشخص الأوروبي إلا كان كيشري تقدية ديال النهار كاملة قبل الحرب العالمية $50، من بعد الحرب العالمية غيولي كيشريها $1,000، يعني العملة ما بقتش عندها ديك القيمة ديالها. وهذا الشيء خلى الدول الأوروبية دير كريديات باش تواجه هذا العجز المالي اللي وصلت ليه. كانت هذه هي النتائج ديال الحرب العالمية الأولى. دابا غنعرفوا كيفاش تطورت الدول الأوروبية من النهاية ديال الحرب العالمية الأولى حتى لا كريز، الأزمة ديال 1929 اللي خرجت من البورصة ديال وول ستريت في نيويورك. غنعرفوا التطورات ديال روسيا وديال فرنسا وديال إيطاليا وديال ألمانيا. في روسيا اندلعت الثورة البولشوفية في عام 1917. هذه الثورة هذه كان مترأسها لينين اللي كان باغي يطبق الاشتراكية في روسيا. الاشتراكية كتعني أن الدولة كتولي تحت القيادة ديال العمال. هذه القضية هذه خلت البرجوازيين ينوضوا الحرب، واحد الحرب أهلية في 1918. هذه الحرب كانت ما بين الجيش الأبيض اللي كان تابع الكبار الملاكين وأرباب المصانع واللي عندهم النفوذ، يعني البرجوازيين، والجيش الأحمر الاشتراكي اللي كان تابع للعمال. في آخر المطاف الجيش الأحمر الاشتراكي اللي تابع للعمال هو اللي حسم الحرب، وهو اللي غلب الجيش الأبيض في 1921. بالنسبة لفرنسا كانت كتعاني بزاف من واحد الكريز اقتصادية بسبب الحرب العالمية الأولى. هاد الكريز هادي خلات البطالة والفقر وغلاء الأسعار والأجور القليلة اللي كانت كتعطى للعمال مقارنة مع الخدمة الكبيرة اللي كانوا كيديروها كانت منتشرة بواحد الشكل واسع. وما نساوش التضخم النقدي اللي دوينا عليه. فالتضخم النقدي كانت متضررة منه بزاف الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة اللي هما العمال بطبيعة الحال. وهذا الشيء هذا خلى العمال ينوضوا ويحتجوا، ولكن الدولة عملتهم بواحد القمع وبطريقة عنيفة. في 1921 فرنسا دارت واحد انتخابات تشريعية. هذه الانتخابات سالت لصالح المرشحين ديال الكتلة الوطنية. هاد المرشحين ديال الكتلة الوطنية ركزوا بزاف على المصالحة الوطنية حيث كانوا خايفين من شي ثورة شيوعية، ولكن هاد المرشحين فشلوا تماما باش يتجاوزوا هاد لاكريز. وعاد ما زادت الاضطرابات، ولكن الثورة الشيوعية اللي كانوا كيتسناوها تنوض ما ناضتش. وهذه هي الحاجة الغريبة اللي ما وقعتش، حيتاش كلشي كان كيتسنى واحد الثورة شيوعية غتنوض في فرنسا، حيتاش العمال صبرهم تقاضى صافي، عانوا بزاف، دونك الثورة الشيوعية هي اللي غتكون الحل باش انهم يتجاوزوا هاد لاكريز. وخا هكاك ما نطلت ثورة شيوعية لا والو، فرنسا قدت أنها تحافظ على النظام الديمقراطي في البلاد. ندوزو دابا لإيطاليا. فإيطاليا كان عندها بزاف ديال الكريديات في خارج البلاد، والميزان التجاري ديالها كان عاجز، وحتى هي كانت كتعاني من التضخم النقدي ومن سياسة التقشف، يعني تخفيض الأجور ديال العمال. كانت فيها البطالة وكان فيها الفقر، وهذا الشيء هذا خلى الخطر الشيوعي يتزايد، وبانت بزاف ديال الاضطرابات في البلاد. هاد الاضطرابات استغلها موسوليني القائد ديال الحزب الفاشي، وفاش وصل للحكم في 1922 دار واحد النظام ديكتاتوري. بالنسبة لألمانيا كانت هي الكبش الفداء ديال الحرب العالمية الأولى، وكانت هي اللي تكبدت بزاف ديال الخسائر. ألمانيا عانت من قاع هاد المشاكل هادي، فراها عانت من الفقر ومن البطالة ومن التضخم النقدي ومن سياسة التقشف بلا معاهدة فيرساي اللي كانت قاسية
وكانت ظالمة بالنسبة لألمانيا من جميع النواحي. الحكومة ديال فيمار اللي عينتها دول الحلفاء عانت من بزاف ديال المشاكل ومن بزاف ديال الصعوبات، زائد التصاعد ديال المعارضة من طرف الشيوعيين. فالشيوعيين كانوا كيعارضوا هاد الحكومة ديال فيمار وسموها بالثورة السبارتاكية في 1919. في 1925 النازية اللي كانت زعمها أدولف هتلر كانت دارت واحد المحاولة انقلابية على الحكومة ديال فيمار، ولكن هاد المحاولة فشلات. في 1929 ألمانيا كانت أكثر دولة متضررة من الأزمة الاقتصادية. البرجوازية كانت خايفة من الخطر الشيوعي فدارت الثقة في هتلر، وارتفعت نسبة الأصوات في الحزب النازي ديالو. فالرئيس فون هندنبورغ عينه كمستشار في 1933، ولكن في 1934 فون هندنبورغ ودع الحياة وعقدهم، وأدولف هتلر جمع ما بين جوج مناصب مستشار ورئيس. في الأخير الأزمة الاقتصادية انطلقت من وول ستريت في نيويورك في 1929، وهذا الشيء أثر على الدول الأوروبية من بعد 1932. ففي 1932 الولايات المتحدة الأمريكية بدأت كتسحب الرساميل ديالها والقروض ديالها من أوروبا، وأكبر متضرر من هذا الشيء كما قلنا هو ألمانيا بالإضافة إلى النمسا. فهكا انتشرت البطالة حيتاش المعامل دارت إفلاس وانتشر الفقر، وهذا الشيء اللي سبب في عدة احتجاجات ديال العمال والعاطلين. فبخلاصة النتائج ديال الحرب العالمية الأولى والتطورات اللي عرفتها أوروبا من 1919 حتى 1929 مهدات لواحد الحرب اللي جاية في الطريق واللي هي الحرب العالمية الثانية في 1939، اللي هو الحرب العالمية الثانية الأسباب والنتائج. فأول جوج أسئلة غطرحهم على نفسك هي شنا هي الأسباب ديال الحرب العالمية الثانية وشنا هما النتائج ديال هاد الحرب العالمية الثانية. الأسباب كاين أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. خلينا في الدرس اللي فات أن دول الحلفاء داروا واحد المعاهدات قاسية على الدول المنهزمة، وخصوصا معاهدة فيرساي على ألمانيا. فمعاهدة فيرساي كانت واحد المعاهدة قاسية، وألمانيا ما كانت كتحمل حتى شي بند من البنود ديال معاهدة فيرساي. هتلر غير وصل للحكم ولا كيتخلص من هذيك البنود ديال معاهدة فيرساي، فهكا توترت العلاقات الدولية، وهذا هو السبب الغير المباشر الأول في الحرب العالمية الثانية. السبب الثاني الغير المباشر هي ديك الانعكاسات السلبية الخطيرة ديال الأزمة الاقتصادية في 1929. ف 1929 ما خلات حتى شي مكان في أوروبا إلا خلاته يتدهور سوسيو اقتصاديا من جميع النواحي، وهكذا الأحزاب المتطرفة ما غيبقاش يديها فيها الشعب حيتاش كتعطي الوعود ولكن ما كتوفيش بهم. داكشي على الشعب كان داير الثقة ديالو في الحزب النازي، حزب العمال الاشتراكي ديال هتلر. وهتلر فاش تخلص من البنود ديال معاهدة فيرساي الشعب زاد دار فيه الثقة. هتلر كان باغي يكسب الثقة ديال الشعب ديالو حيت كان خايف لا تنوض ليه شي ريفوليسيون بسبب الانعكاسات ديال الأزمة الاقتصادية في 1929. السبب الغير المباشر الثالث والأخير هو أن الدول اعتمدت على الأنظمة الديكتاتورية. فكان أدولف هتلر في ألمانيا، وكان بينيتو موسوليني في إيطاليا، وكان شاوا الإمبراطور شاوا في اليابان. هاد الأباطرة بثلاثة كانوا دايرين السياسة ديال التوسع باش ياخدوا المستعمرات ويتهناو من ديك الأزمة. ففي اليابان الإمبراطور شاوا توسع في إقليم منشوريا الصيني في 1931، هو يولي طامع في الصين كاملة هو يستعمرها في 1937. في إيطاليا موسوليني انسحب من عصبة الأمم وما سوقش لدول الحلفاء، واخا كان واحد شوية ديال التشويش من جانب فرنسا وبريطانيا ولكن ما تسوقش لهم، انسحب من عصبة الأمم وتوسع في إثيوبيا من 1935 حتى 1936، وشكل واحد الحلف كانت فيه ألمانيا واليابان وإيطاليا.
كان كيتسمى بحلف روما برلين طوكيو. بالنسبة لألمانيا فأدولف هتلر حتى هو انسحب من عصبة الأمم وتوسع في أوروبا الشرقية، فدخل للنمسا ودار لها الأنشلوس وضمها لألمانيا في 1938. أدولف هتلر كان حاط عينه على واحد المنطقة كاينة في تشيكوسلوفاكيا كان سميتها السوديتلاند. هاد السوديتلاند هادي كانت فيها الأغلبية الساكنة كلها ألمانية تقريبا، داكشي علاش عطاهم الدريعة باللي هاد الساكنة هادي راه الأغلبية ديالها ألمانيين وكيعانيو من التهميش من طرف الحكومة ديال تشيكوسلوفاكيا. فدول الحلفاء عطاتو هاد المنطقة اللي هي السوديتلاند بلا حرب بلا والو، حيت فرنسا وبريطانيا كانت كتجنب تماما أن شي حرب غتنوض، فداروا بعين الاعتبار النتائج ديال الحرب العالمية الأولى وعطاو هاد المنطقة اللي هي السوديتلاند في طبق من فضة. ولكن هتلر في مارس 1939 غيبين لهم النياب ديالو، غيحتل تشيكوسلوفاكيا وغيحتل هنغاريا. كانت هذه هي الأسباب الغير المباشرة اللي هي القساوة ديال معاهدة فرساي والانعكاسات السلبية ديال الأزمة الاقتصادية في 1929 والاعتماد الدول على الأنظمة الدكتاتورية. أندوزو دابا السبب المباشر في الحرب العالمية الثانية. في سبتمبر 1939 ألمانيا غتهجم على بولندا، والدارعة اللي عطاهم هتلر في هاد الهجوم كانت هي أنه بغى يرجع واحد الميناء سميتو دانزيك. بطبيعة الحال دارعة واهية ما تيقها غير الحمار، فهتلر كان باغي الحرب باش يزرب على أوروبا الغربية. الهجوم الألماني على بولونيا خلى فرنسا وبريطانيا يعلنوا الحرب أوفيسيالمون على ألمانيا، وكان هذا هو السبب المباشر في الحرب العالمية الثانية. سالينا دابا من الأسباب ديال الحرب العالمية الثانية، نشوفوا المراحل ديال هاد الحرب هادي. الحرب العالمية الثانية دازت من جوج مرحلات. المرحلة الأولى كانت من 1939 حتى 1942. في هاد المرحلة لا ألمانيا ولا اليابان ولا إيطاليا حققوا واحد الانتصارات كبيرة في كافة الجبهات. فاليابان حققت انتصارات في آسيا، وإيطاليا حققت انتصارات في إفريقيا في أوروبا الغربية، وألمانيا حققت انتصارات في أوروبا الغربية بشكل كبير. المرحلة الثانية كانت من 1942 حتى 1945. في هذه المرحلة هذه الولايات المتحدة الأمريكية غتدخل في الحرب، والاتحاد السوفيتي غيدخل في الحرب حتى هو. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت للحرب حيت اليابان قصفات القاعدة ديال بير هاربر، والاتحاد السوفيتي دخل للحرب حيت ألمانيا بدات العملية ديال بارباروسا في 1942. الاتحاد السوفيتي غيدخل للحرب في 1942، وميريكان غتدخل في 1945. وهذا الشيء هو اللي خلى الميزان ديال الحرب يكون تكافئ، فكانت دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان ضد دول التحالف الثلاثي اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا. وفي الأخير دول الحلفاء انتصرت وخلت دول المحور تسلم بواحد طريقة عنيفة. فبالنسبة لألمانيا فالجيش الروسي الجيش الأحمر دخل برلين وما خلى ما دار في برلين. فالجيش الأحمر ديال الاتحاد السوفيتي دمر المعامل والمصانع اللي كاينة في برلين، ومن بعد 7 أيام ألمانيا استسلمت والاتحاد السوفيتي انتصر على ألمانيا. في إيطاليا بينيتو موسوليني هو والزوجة ديالو تعدموا في الساحة ديال روما، والشعب هو اللي عدمه. بالنسبة لليابان كانت دايرة واحد الخطط باش ترجع في الحرب وباش تغلب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ميريكان فصفطات دوك جوج قنابل صافي اليابان استسلمت، وقنبلة هيروشيما وقنبلة ناكازاكي كانت السبب في إنهاء الحرب العالمية الثانية. هادو هما المراحل ديال الحرب العالمية الثانية. فكما قلنا المرحلة الأولى كانت من 1939 حتى 1942، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فكانت من 1942 حتى 1945. دابا غندوزو للنتائج. النتائج مقسمين ثلاثة، كاين النتائج البشرية أي الاجتماعية، وكاين النتائج السياسية، وكاين النتائج الاقتصادية أي المادية. النتائج البشرية بصفة عامة فأكثر من 50 مليون قتيل في هذه الحرب هذه، كانت خسائر بشرية كبيرة ومتفاوتة في كل الدول اللي شاركت في هذه الحرب.
وخصوصا في ألمانيا وفي الاتحاد السوفيتي. فالاتحاد السوفيتي بوحده خسر أكثر من 20 مليون شخص، حيث ألمانيا والاتحاد السوفيتي داروا بزاف ديال المعارك، وخصوصا المعركة ديال ستالينغراد اللي مشاو فيها 2 مليون ديال القتيل. 2 مليون قتيل مشى في معركة واحدة، حيتاش هاد المعركة كانت طويلة. أما بالنسبة لميريكان وإيطاليا فكانت المدة ديال المعارك قصيرة، دونك داكشي علاش كانت الخسائر البشرية قليلة في الصفوف ديال هاد الدول هادي. ندوزو النتائج السياسية. النتائج السياسية من بعد الحرب، الخريطة السياسية ديال أوروبا تعودت ترسمات، وألمانيا تقسمت على 2، ولات ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. فرنسا رجعت الألزاس لوغين. ألمانيا والنمسا تعرضت لواحد الاحتلال رباعي. الاحتلال الرباعي كانت فيه روسيا يعني الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا وميريكان. في 1945 تأسست هيئة الأمم المتحدة باش أوروبا تفادى شي حرب عالمية واحدة أخرى. العلاقات الدولية توترت والعالم تقسم لجوج معسكرين في الإطار ديال الثنائية القطبية. فكان معسكر الرأسمالي بالزعامة ديال ميريكان الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الاشتراكي بالزعامة ديال الاتحاد السوفيتي. وهذه هي اللي تسمات بالحرب الباردة. علاش تسمات بالحرب الباردة؟ حيتاش لا الاتحاد السوفيتي ولا ميريكان كانوا كيوجدوا القنابل، ولكن ما كانوش كيتحارب، كانوا كيوجدوا في الأسلحة وكانوا كيزيدوا في العتاد العسكري، ولكن ما نايضة لا حرب لا والو. وكون ناضت شي حرب بيناتهم كان العالم غيتدمر، حيت هاد القوى بجوج كانوا تطوروا نوويا بواحد الشكل رهيب. كان هذا غير توضيح صغير على الحرب الباردة اللي كانت ما بين ميريكان والاتحاد السوفيتي. انساليو دابا بالنتائج الاقتصادية. تكلفة ديال الحرب كانت مرتفعة وشكلت واحد النسبة كبيرة من الناتج الوطني الخام. تدمرت بزاف ديال المنشآت الاقتصادية في أوروبا، تدمرت بزاف ديال البورصات، وتدمرت بزاف ديال البنوك، تخربت بزاف ديال المصانع، والمساحات الزراعية تعرضت للتلف، وخصوصا المساحات الزراعية ديال اليابان حيتاش هي اللي طاحت فيها دوك جوج قنابل نووية. وكلنا عارفين باللي النووي تتكرفس على التربة وتتكرفس على الأرض الزراعية، ما كتبقاش صالحة للزراعة. العدد ديال العاطلين عن العمل تزاد، وكثرت البطالة في أوروبا. أوروبا فقدت المكان الاقتصادي ديالها. فقبل الحرب بريطانيا كانت كتقاتل باش تنافس ميريكان اقتصاديا، ولكن من بعد الحرب ميريكان كانت هي أكبر قوة اقتصادية في العالم. دونك نقدو نقولوا أن الحرب العالمية الثانية كانت هي السبب في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأولى في العالم ديالنا اليوم. الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح. غنبداو في الأول بالمظاهر ديال الضغوط الاستعمارية. ملي كنقول المظاهر أنا كنقصد هادوك الأحداث اللي بانت فيهم الضغوط الاستعمارية. هادوك الأحداث هما اللي كيتسموا المظاهر. بالنسبة للضغوط الاستعمارية على المغرب كانوا ثلاثة، كانت ضغوط عسكرية، ضغوط اقتصادية، وضغوط دبلوماسية. الضغوط العسكرية أن المغرب شارك في 2 معركات مع 2 دول كبار، 2 قوى كبار في العالم اللي هما فرنسا وإسبانيا، والمغرب خسر في هاد 2 معركات هاد. المعركة الأولى كانت معركة إسلي في 1844، كانت هاد المعركة ما بين المغرب وفرنسا. الجيش الفرنسي بهدل الجيش المغربي بطبيعة الحال، حيت فرنسا كان عندها أفونتاج في السلاح وكانت متقدمة استراتيجيا. فرنسا غلبات المغرب في هذه المعركة هذه وخلاته يوقع المعاهدة ديال لالا مغنية في 1845. في 1859 غتنوض الحرب ما بين المغرب وإسبانيا، كانت كتسمى هذه الحرب بحرب تطوان. بطبيعة الحال إسبانيا غلبات المغرب في هذه الحرب هذه بعامل التقدم العسكري، وخلاته يوقع الاتفاقية ديال الصلح في 1860. الاتفاقية كانت قاسية على المغرب، حيتاش هاد الاتفاقية خلات المغرب يتخلى على تطوان ويعطيها لإسبانيا، وخلات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا تغرف في الصحراء المغربية بعدة أشكال. فعسكريا العسكر ديال فرنسا والعسكر ديال إنجلترا والعسكر ديال إسبانيا دخلوا للصحراء المغربية.
أما دبلوماسيا فهاد القوى بثلاثة خلاو المغرب يسنيو معاهم بزاف ديال الاتفاقيات وبزاف ديال المعاهدات باش يتخلاو على مناطق صحراوية ديال المغرب. أما تجاريا فالدول بثلاثة كانت مستافدة حيتاش كانت كتاخد المواد الأولية من الصحراء المغربية وكانت كتصدر المنتوجات مزيان من الصحراء المغربية لدول العالم. سالينا دابا المظاهر العسكرية اللي بانت فيها الضغوط الاستعمارية اندوزو للمظاهر الاقتصادية. المخزن المغربي كان كيحتكر المنتوجات ديال الانجليز وديال فرنسا وديال اسبانيا وكان داير سياسة الاحتكار الاقتصادي. ولكن من بعد المعركة ديال اسلي في 1844 وقع واحد الخلل في الاقتصاد المغربي وفي 1856 انجلترا بززات على المغرب باش يدير معها واحد معاهدة تجارية مغربية انجليزية. انجلترا كانت باغا الخدمة في المغرب فاش وقعت معها هذه المعاهدة. كانت باغا تخلص من الفائض ديال الانتاج وكانت باغا تخلص من الفائض البشري وهذا الشيء فعلا اللي دارته انجلترا فاش وقعت المعاهدة مع المغرب. ندوزو دابا للمظاهر الدبلوماسية اللي بانت فيها الضغوط الاستعمارية. في 1863 فرنسا وقعت اتفاقية بيكلار مع المغرب. اتفاقية بيكلار كانت على الحماية القنصلية يعني ولا ممكن لأي شخص فرنسي يدخل المغرب ويستثمر كيف ما بغى ويشري الأراضي اللي بغى بلا مشاكل بلا والو وما يحاربوا لا الجيش ولا الشعب. في 1880 نعقد واحد المؤتمر في اسبانيا سميته مؤتمر مدريد. هذا المؤتمر هذا زاد عطى بزاف ديال الامتيازات للأجانب ولا لأي أجنبي ممكن يدخل المغرب ويستثمر فيه ولا ممكن لأي أجنبي يبني العقارات التجارية ويستثمر في عدة مجالات بحال المجال ديال الفلاحة والمجال ديال الصناعة والمجال ديال التجارة والخدمات ولا ممكن ليه يشري الأراضي كيف ما بغى. هكا غنكونو سالينا المظاهر ديال الضغوط الاستعمارية. كيف ما قلنا كانت ثلاثة ديال المظاهر، كانت مظاهر عسكرية ومظاهر اقتصادية ومظاهر دبلوماسية. نشوفوا دابا أهم الإصلاحات اللي دارها المخزن المغربي في القرن 19. الإصلاحات انقسمت على أربعة ديال المجالات، كانت إصلاحات عسكرية يعني إصلاحات في العسكر، وكانت إصلاحات اقتصادية يعني إصلاحات في الاقتصاد المغربي، كانت إصلاحات إدارية وكانت إصلاحات تعليمية. الإصلاحات العسكرية كانت أن المغرب جاب واحد المدربين أوروبيين محترفين باش يدربوا الجيش المغربي، وبطبيعة الحال كانت الأجور مضاعفة بالمقارنة مع الأجور ديال المدربين المغاربة، زائد أن المغرب غيشري الأسلحة المتطورة من الخارج. المغرب غيبني المعامل ديال إنتاج الأسلحة والذخيرة فاس ومراكش. المغرب غيجهز واحد الجيش وطني ومنظم باش يعوض قبائل الكيش والجيش البخاري. قبائل الكيش كان واحد الجيش مراكشي كان معروف بفن الحروب، أما الجيش البخاري هو واحد الجيش نظامي كان أسسه المولى إسماعيل. هذا الجيش فيه غير العبيد والحراطين. هذا الجيش بجوج كان في مناد شي صداع كينوضو يطاكيم. بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية فالمغرب شجع على الصناعة وزراعة القطن والسكر باش الله يجيب التعادل ويحقق الاكتفاء الذاتي، زائد أنه بنى واحد المصنع ديال الورق في موغادور، وحتى المنجم اللي كيتصاوب فيه الفاخر استغلته الدولة في الاقتصاد ديالها. وفي العهد ديال الحسن الأول دار واحد الإصلاح نقدي ولاو كيطبعوا العملة في أوروبا. علاش؟ باش يحميوا العملة من التزوير، حيت إلا مشات العملة تتعرضت للتزوير الاقتصاد ديال المغرب غياكل الدق من كاع البلايص. في المجال الإداري الإصلاحات اللي دارها المخزن هي أنه في 1862 الدولة غتعطي الإقالة للريوس الكبار اللي كانوا كيدومينيو المراسي وغيشونجيوهم بناس جداد اللي غيوليو يدومينيو المراسي ويتخلصوا على الخدمة ديالهم، حيت الناس اللي كانوا قبل كانوا مسؤولين على المرسى ولكن ما كيتخلصوش، ولكن الناس اللي جابوا جداد كانوا مأجورين. غنساليو بآخر الإصلاحات اللي دارها المخزن واللي كانت في المجال التعليمي. الحسن الأول كان مهتم بالبعثات الطلابية لأوروبا وكان ديما كيصيفط هذيك البعثات الطلابية باش الدولة تستافد من التطور ديال أوروبا، حيت أوروبا كانت متقدمة في جميع المجالات في القرن 19. كانت هذه هي أهم الإصلاحات اللي دارها المخزن المغربي، ولكن مع الأسف هذه الإصلاحات كلها فشلات.
غنساليو بعوامل فشل هاد الإصلاحات هذه. كانت عوامل داخلية يعني داخل البلاد، وكانت عوامل خارجية يعني خارج البلاد. العوامل الداخلية كانت أن المحميين دوك الأجانب اللي تيدخلوا يستثمروا في المغرب زاد كبر العدد ديالهم، والزعماء ديال القبائل والفقهاء والزوايا كانوا تعرضوا لواحد المعارضة، حيتاش مثلا كان شي زاعم ديال شي قبيلة تيخلي ولادو في التقار ما تيدخلهمش يتسجلوا في العسكر باش يترينيو، كان كيخلي ولادو بعادين على صفوف الجيش، ولكن في نفس الوقت كان كيفرض على أن ولاد القبيلة يدخلوا يتسجلوا في الجيش. فالناس ديال ديك القبيلة ما كانوش كيحملوا هاد الفرزيات، وهذا الشيء اللي خلى الثورة تندلع في شي قبائل. إضافة إلى ذلك في هاد الفترة هادي وقعوا بزاف ديال الكوارث الطبيعية، وهذا الشيء كان بطبيعة الحال واحد عامل من عوامل فشل الإصلاحات اللي دارها المخزن. كانت هذه العوامل الداخلية. أجي نشوفوا دابا العوامل الخارجية. العوامل الخارجية كانت الكثافة ديال الضغوط الاستعمارية. المغرب كانت عليه ضغوط استعمارية من كافة الجهات، فها ألمانيا من جهة، وإسبانيا من جهة، وإنجلترا من جهة، وفرنسا من جهة، فبالسيف المجهودات الإصلاحية ديالو تضعف. زائد أن المدربين الأجانب اللي كانوا جاو باش يدربوا الجيش المغربي كان لهم واحد الدور سلبي على الإصلاحات اللي دارها المخزن. دوك المدربين كانوا جواسيس للدول اللي كانت مستعمرة المغرب، ولكن المغرب كان في كومة، ما يسحبلوش باللي راهم كانوا كيتجسسوا فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا. والأسلحة اللي كان خدها المغرب من الخارج باش يطاكي إلا كانت شي حرب ولا شي معركة صفطات ليه، ولكن فايت ليها التاريخ، ما يمكن لهاش تستعمل في شي حرب ولا في شي معركة. وهذا الشيء هو اللي طيح المعنويات وخلى المجهودات ديال الإصلاحات تضعف. كانت هذه هي العوامل الخارجية اللي سببت الفشل في الإصلاحات ديال المخزن. نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري. في 30 مارس 1912 المولى عبد الحفيظ غيسيني معاهدة الحماية مع فرنسا. الحوايج اللي غيخصنا نفهموهم في هذا الدرس هو شنو هما الظروف اللي خلات فرنسا تفرض الحماية على المغرب، وشنو هما المراحل ديال الاحتلال العسكري، شحال من مرحلة كانت في الاحتلال العسكري، وشنو وقع في كل مرحلة فيهم. وغنساليو بالمظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري. غنبداو بالظروف اللي خلات فرنسا تفرض الحماية على المغرب. الظروف ديال فرض الحماية كانت ظروف خارجية وظروف داخلية. الظروف الخارجية كانت هي أن فرنسا دارت صفقات مع القوى الإمبريالية. فراف 1902 دارت اتفاق مع إيطاليا، وفي 1904 دارت واحد الاتفاق ودي مع إنجلترا. في 1906 فرنسا غتسيني مع ألمانيا على المؤتمر ديال الجزيرة الخضراء، فاش فرنسا خلت الألمانية جزء من الكونغو باش تنسيها في المغرب. في 1911 فرنسا عاوتاني غتسيني على اتفاقية برلين مع ألمانيا، زيادة على ذلك أن فرنسا غتحتل وجدة والدار البيضاء في 1907، وفي 1911 غتحتل الرباط. إسبانيا حتى هي ما مشاتش بيديها خاويين، فراح احتلت الريف في 1907 وتبعتها العرائش والقصر الكبير في 1911. سالينا دابا الظروف الخارجية، ندخلو دابا الظروف الداخلية. اللي كنقول الظروف الخارجية كنقول الظروف اللي وقعت خارج المغرب، وملي كنقول الظروف الداخليه كنهضر على الظروف اللي وقعت في الداخل ديال المغرب، في المغرب نيت. الظروف الداخليه هي ان المولى عبد العزيز كان واخد السياده ديال الاضطراب السياسي، حيت في ديك الوقيته كان واحد الاضطراب سياسي في المغرب، كانت البلاد كلها مرونه. المولى عبد العزيز في العهد ديالو دار مجموعه من الحركات ديال التمرد، كان ديما تيقلب على الحلول باش يخرج فرنسا من المغرب. دار بزاف ديال الإصلاحات في ديك الوقيته ديالو، ولكن كلها فشلات، وهذا الشيء خلاه ياخذ كريديات من أوروبا. وفي هذه الصعوبات هذه فرنسا طيرات المولى عبد العزيز في 1908 وعوضاته بالمولى عبد الحفيظ اللي سينا على معاهدة الحماية في 1912. كانت هذه هي الظروف الخارجية والداخلية اللي خلات فرنسا تفرض الحماية على المغرب. كانت هذه هي الظروف اللي خلات الحماية تفرض على المغرب. أجي ونشوفوا دابا المراحل ديال الاحتلال العسكري. المراحل ديال الاحتلال العسكري كانت 4 ديال المراحل. المرحلة الأولى كانت من 1912 حتى 1914.
في هذه المرحلة هذه فرنسا احتلت المغرب من الريف في الشمال حتى الأطلس المتوسط في الجنوب، يعني تقريبا من المنطقة ديال تازة حتى المنطقة ديال بني ملال، واندلعت واحد المقاومة كانت بالزعامة ديال أحمد الهيبة، ولكن خسر في المعركة ديال سيدي بوعثمان في 6 شتنبر 1912 وتوقفات المقاومة ديال أحمد الهيبة، وهكا كان بزز عليه أنه ينسحب للجنوب. المرحلة الثانية كانت من 1914 حتى 1920. في هذه المرحلة هذه فرنسا احتلت الأطلس المتوسط كامل، يعني المناطق ديال أزرو، إفران، خنيفرة، إلخ، واندلعت واحد المقاومة ديال موحى وحمو الزياني اللي ربح في واحد المعركة سميتها الهري في 1914. الانتصار ديال موحى وحمو الزياني رجع شوية الروح للمغرب، ولكن مع الأسف في 1921 الجيش الفرنسي قتل موحى وحمو الزياني. المرحلة الثالثة كانت من 1921 حتى 1926. في هذه المرحلة هذه إسبانيا احتلت المنطقة ديال الريف، يعني الحسيمة، الناظور، بركان، واندلعت عاود تاني المقاومة، ولكن هذه المرة بالزعامة ديال عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي كان شديد وانتصر في المعركة ديال أنوال في 1921، ولكن حتى هو غيستسلم في 1926 للتحالف الفرنسي الإسباني. المرحلة الرابعة والأخيرة اللي عرفت الاحتلال العسكري كانت من 1931 حتى 1934. في هذه المرحلة احتلت البقية ديال المناطق ديال المغرب بحال الأطلس الصغير اللي كان قريب لتفراوت، وهذه المرحلة هذه حتى هي عرفت مقاومة من عسوب أسلام اللي انتصر في المعركة ديال بوغافر في 1933، والقوات الفرنسية هي اللي غتنتصر في الأخير. وهكذا غنكونوا سالينا المراحل ديال الاحتلال العسكري بالمغرب. غنشوفوا دابا آخر شيء خصنا نفهموه في هذا الدرس، واللي هو المظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري. المظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري بانت في 5 ديال المجالات. كاين المجال الإداري، والمجال الفلاحي، والمجال الصناعي، والمجال التجاري، والمجال المالي. وحدة وحدة علينا حتى نفهمه. في المجال الإداري المغرب غيقسموه لثلاثة ديال المناطق النفوذ: مناطق نفوذ إسبانيا، مناطق نفوذ فرنسية، ومناطق نفوذ دولية، يعني المناطق النفوذ ديال الأجانب. زائد أن في عهد الحماية كانت 2 إدارات، كانت إدارة مغربية اللي حيدوا لها كافة السلطات ديولها، وإدارة استعمارية اللي كانت كتحكم وكانت عندها سلطات واسعة. فلاحيا المستعمرين غياخدوا أخصب الأراضي الزراعية وغيفوتوها للمعمرين، وهذا الشيء اللي كان كيتسمى بالاستيطان الزراعي، وهكا الفلاح المغربي غيتأثر سلبيا من هذا الشيء. والفلاح المغربي عانى من الفقر والتهميش من اللي خداو ليه الملكية دياله. صناعيا فرنسا ركزت على الاستغلال المنجمي واستغلت الفوسفات اللي كان في المغرب، زائد أنها عمرت الأسواق المغربية بالمواد المصنعة الفرنسية، وهذا الشيء اللي خلى الحرفيين يديروا فايت وتكفسات الأوضاع ديالهم. في المجال التجاري المغرب كان كيصدر المواد الأولية والفلاحية اللي كانت القيمة ديالها منخفضة بزاف، ولكن في الاستيراد كانوا كيستعرضوا المواد المصنعة اللي كانت القيمة ديالها مرتفعة، وهكذا تزاد العجز التجاري. أنا أعطيكم مثال صغير باش تفهموا شنو وقع في المجال التجاري. مثلا انت غتبيع لواحد فرنسي واحد طربوش ب$5، وهو غيبيع لك مثلا ريحة ب$60 مثلا، فاللي غيكون عنده العجز التجاري هو انت، حيتاش انت غتبيع ب$5 وهو غيبيع لك ب$60، يعني انت خصك تزيد من عندك باش تشري داك البارفان. وهكا كانت المظاهر والانعكاسات ديال الاستغلال الاستعماري في المجال التجاري. غنساليو دابا بالمجال المالي. في المجال المالي الرأسمالية ديال الأبناك الفرنسية سيطرات على المغرب، حيتاش كانت كتمول باش تبني مشاريع كبيرة في المغرب، وهكا المغرب غيغرق في الديون، والفوائد ديال فرنسا كانت مرتفعة. فكيف ديما شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. ما تنساوش تبارطاجيو باش تعمل فائدة. إلى اللقاء. غنفهموا آخر درس في التاريخ اللي هو نضال المغرب من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. الحوايج اللي غيخصنا نفهموا في هذا الدرس
هي شنو هي الحركة الوطنية وشنو هي العوامل ديال نشأة الحركة الوطنية، أهم التطورات ديال الحركة الوطنية ومراحل استكمال الوحدة الترابية. نفهموا بعدا شنو هي الحركة الوطنية. الحركة الوطنية هي واحد التيار شعبي كان بقيادة واحد المجموعة من المثقفين، واحد النخبة ديال المثقفين، وهاد المثقفين كانوا كيشارجيو الشعب باش ينوض للاستعمار ويقلب على الاستقلال من خلال النضال السياسي. هاد الحركة هادي بانت في الثلاثينيات فاش بان الظاهر البربري. هاد الظاهر البربري دارته فرنسا باش تشعل العافية ما بين العرب والأمازيغ، وكانت باغا دير سياسة فرق تسود. ولكن هاد النخبة، هاد الحركة الوطنية اللي فيها النخبة ديال المثقفين، كانوا عايقين بالقالب. نشوفوا دابا عوامل نشأة الحركة الوطنية. العوامل اللي خلات هاد الحركة الوطنية تبان كانت عوامل سياسية وعوامل عسكرية، عوامل سوسيو اقتصادية وعوامل ثقافية. العوامل السياسية كانت فاش السلطات ديال الحماية حطوا الظاهر البربري باش يشعلوا العوافي ما بين الأمازيغ والعرب، وفاش عقت بهم ديك الطبقة المثقفة بدات الحركة الوطنية، وبدا الوعي كينتشر باللي راه فرنسا بغات تشري الصداع ما بين العرب والأمازيغ وتبقى كتفرج باش المغرب يخضع لها بكل سهولة. العوامل العسكرية كانت هو أن المقاومة المسلحة ما قداتش تواجه ذاك الاحتلال الفرنسي، والمقاومين اللي كانوا أحمد الهيبة، عبد الكريم الخطابي، محو حمو الزياني، وعسوب أسلام، كلهم بدأوا كيستسلموا واحد بواحد، وهذا الشيء خلى الحركة الوطنية تبان باش تشارجي الشعب من جديد وتجيب الاستقلال للمغرب من خلال النضال السياسي. العوامل السوسيو اقتصادية بالنسبة لأي واحد كيسمع هذا المرادف ديال السوسيو اقتصادية وما كيعرفش المعنى دياله، فالمعنى دياله هو سياسة اقتصاد، يعني العوامل اللي كانت مرتبطة بالسياسة والاقتصاد. بالنسبة للعوامل السوسيو اقتصادية اللي بانت فيها الحركة الوطنية كانت هي الأزمة الاقتصادية العالمية ديال 1929. الأزمة العالمية أوروبا كلت فيها الدق، فما بالك بالمغرب اللي هو غير مستعمرة في ديك الوقيتة. فهاد الانعكاسات ديال الأزمة الاقتصادية العالمية خلت الحركة الوطنية تبان. أما العوامل الثقافية اللي بانت فيها نشأة الحركة الوطنية كانت فاش بانت ديك النخبة المثقفة اللي اطرات النضال السياسي ديال المغاربة من الأحزاب السياسية اللي كانت ضد الحماية. سالينا العوامل اللي خلات الحركة الوطنية تبان، أجي نشوفوا التطورات اللي دارتها هاد الحركة الوطنية. التطورات مقسومة على ثلاثة ديال الفترات. كاينة التطورات اللي بانت في الثلاثينات، والتطورات اللي بانت في الأربعينات يعني 1940، التطورات اللي بانت في 1950 في الخمسينات. في الثلاثينات الحركة الوطنية ركزت على المطالب السوسيو اقتصادية والإدارية، وركزت عليهم في المنطقة الخليفية والمنطقة السلطانية. المنطقة الخليفية هي اللي كانت محتلها فرنسا، والمنطقة السلطانية هي اللي كانت محتلها إسبانيا، وهذا الشيء بطبيعة الحال في إطار الحماية. هاد المطالب هذه بدأت من داخل الأحزاب السياسية وانتشرت في الصحف والمجلات والإعلام بصفة عامة. في الأربعينات المغرب غيقدم واحد العريضة في 1944 غيطالب فيها بالاستقلال، ولكن راه كانت عدة عوامل اللي خلات المغرب يزعم بهذا الشكل ويطلب الاستقلال. من بين هاد العوامل اندلاع الحرب العالمية الثانية والاحتلال الألماني اللي كان احتل فيه هتلر في 1940 الأراضي ديال فرنسا كلها، زائد الميثاق الأطلنطي اللي كان في سنة 1941 واللي اعطى الحق للشعوب باش ديسيدي على المصير ديالها. كان واحد العامل آخر فاش المغرب سمحت الأمريكان أنها تنزل القوات ديالها الساحل ديال الدار البيضاء، والمغرب عاون الولايات المتحدة الأمريكية باش تحاصر دول المحور في الحرب العالمية الثانية. في 1943 السلطان محمد الخامس غيتلاقى الرئيس الأمريكي روزفلت وقاولو باللي راه غيدعم المغرب باش ياخد الاستقلال من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. في 1944 غيتأسس حزب الاستقلال وطلبوه كعريضة باش يطالبوا بالاستقلال في 11 يناير 1944. في الخمسينات غيحبس النضال السياسي فاش تنفى محمد الخامس في 1953 ورجعوا للمقاومة والعمل الفدائي والكفاح المسلح. في غشت 1955 غتندلع الثورة ديال الملك والشعب،
وهكا فرنسا كان بزز عليها انها تفاوض مع الممثلين ديال الحركة الوطنية. هاد المفاوضات خلت فرنسا تدير اتفاقية ديال 2 مارس 1956 باش تلغي الحماية الفرنسية على المغرب. اسبانيا حتى هي غدير اتفاقية مدريد في 7 ابريل 1956 وغتلغي الحماية الاسبانية في الشمال. وهكا المغرب خدا الاستقلال ديالو من بعد 46 سنة ديال الاحتلال. غنساليو دابا بالمراحل ديال استكمال الوحدة الترابية. المراحل بدات من 1956 فاش خدا المغرب الاستقلال حتى 1979. في 1956 المغرب غيسترجع المنطقة السلطانية والمنطقة الخليفية بالشمال. المنطقة السلطانية هي المنطقة اللي كانت معرضة للحماية الفرنسية، والمنطقة الخليفية هي اللي كانت معرضة للحماية الإسبانية. في 1957 غيتسينا واحد المؤتمر دولي والمغرب غيسترجع فيه طنجة. في 1958 دارت واحد الاتفاقية سميتها سينترا وغيسترجع فيها المغرب المنطقة ديال الطرفاية. في 1969 المغرب غيسترجع سيدي إفني من بعد ما عرض القضية ديالو على اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار. في 1975 غدار المسيرة الخضراء وغيسترجع فيها المغرب الساقية الحمراء. وأخيرا في 1979 المغرب استرجع إقليم وادي الذهب، وهنا سالت المراحل ديال استكمال الوحدة الترابية. كانت هذه هي المراحل ديال استكمال الوحدة الترابية. شنا هي التنمية وشنا هما المقاربات باش نحسبوا التنمية وشنا هما التقسيمات ديال العالم حسب خريطة التنمية؟ قبل ما تكمل حبس التفكير ديالك وتبع معايا هاد الدرس، وراك غتجيب نقطة زوينة سواء في الفرد سواء في الجهاوي. غنشرح بالدارجة ونعطي أمثلة باش توضح الأمور، وماشي غير تحفظ بل أنك تفهم شنو كتحفظ. أوكي دابا نبداو. اللي خصك تعرف في هاد الدرس هو شنا هي التنمية وشنا هما المقاربات اللي ممكن نشوفوا بهم التنمية في كل دولة، وشنا هما التقسيمات الكبرى اللي كاينة في العالم حسب الخريطة ديال التنمية اللي غنشوفو. قبل ما نعرفو شنا هي التنمية اجي نشوفو منين بدات التنمية وكيفاش جات. التنمية جات من الاقتصاد في الاول. في الاول كانت الدولة اللي الاقتصاد ديالها طالع، يعني بوكو حبة هي الدولة اللي فيها معدل التنمية طالع، والدولة الفقيرة هي الدولة اللي ما عندهاش التنمية او معدل التنمية ديالها هابط. من بعد شوية بشوية العالم ما غيبقاش يشوف التنمية غير في الاقتصاد، غيولي يشوفها في التنمية البشرية، يعني البشر اللي كتهتم بالانسان، والتنمية السياسية زعما السياسة والديمقراطية والشفافية، والتنمية الاجتماعية اللي كتهتم بالمجتمع، وكذلك كاينه التنمية الثقافية يعني العلم الاداب يعني القراية بصفة عامة، وزيد وزيد. اوكي دابا نشوفو شنا هي التنمية. التنمية هي التطور ديال شي دولة في بزاف ديال المجالات، بحال المجال ديال السياسة، المجال ديال الاقتصاد، المجال ديال الاجتماع، المجال ديال الثقافة الى اخره. باش يبقى لاصق لك المفهوم ديال التنمية عقل على النظرية ديال داروين اللي هي نظرية التطور. إن فوا غتعقل على نظرية التطور غتضرب لك فراسك باللي أن التنمية هي التطور ديال واحد الدولة في مجموعة من المجالات ديال الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة، مجموعة من المجالات إلى آخره. أوكي سالينا دابا المفهوم ديال التنمية، أجي معايا نشوفوا المقاربات اللي يمكن لك تقيس بهم المعدل ديال التنمية ديال كل دولة في العالم. المقاربات تسمىو هكا حيت غير كيقربوا ليك المستوى ديال التنمية في كل دولة، دونك داكشي علاش تسمىو المقاربات. اوكي نشوفوا شنو هما هاد المقاربات. انا غنحط لكم 6 ديال المقاربات اللي الا حطيتيهم في اي سؤال في امتحان او فرض او جهوي غتحط لك نقطتك كاملة مكمولة. نبداو باول مقاربة اللي هي المقاربة الديموغرافية. بالنسبة اللي ما كيعرفش شنو هو الديموغرافي، يعني الديموغرافي فيما تسمع هاد البلان ديال الديموغرافي عرف باللي راه البلان كيدوي على السكان. المهم المقاربة الديموغرافية فيها بعض المؤشرات بحال المؤشر ديال نسبة الوفيات ونسبة الولادات. بيني وبينك الدول اللي كتكون عندها نسبة الولادات مرتفعة هي الدول اللي كتلقاها فقيرة، ما عدا الا كان الدخل الفردي مرتفع ولا الدخل ديال
الناتج الوطني الخام مرتفع. في المقاربة الديموغرافية كاين مؤشر آخر اللي هو أمد الحياة، يعني شحال عاش الإنسان، شحال كيعيش الإنسان في ديك الدولة. وكاين مؤشر آخر اللي هو النمو السكاني، اللي نقدو نقولوا أنه واش السكان في وضعية زوينة ولا غير مقهورين وزايدين على الدول. أوكي، ندوزو دابا المقاربة الاجتماعية، يعني المجتمع، وهذه كتقيس بها الدولة من جهة الفقر، من جهة المساواة بين الجنسين، يعني المساواة ما بين الرجل والمرأة، ومن جهة المعدل ديال التأطير الطبي، طب بصفة عامة، يعني واش عايشين بخير، عايشين صحيا، واش عايشين بخير. ندوزو للمقاربة الثالثة اللي حتى هي ممكن تقيس بها معدل التنمية في أي دولة، واللي هي المقاربة السياسية. هذه كتعتمد على تطور ديال الديمقراطية في الدولة، يعني الديمقراطية يعني انتخابات شفافية، واللي عجبك تنتخب عليه، والنسبة الأعلى هي اللي كتختار، والقرار اللي متفق عليه من طرف الشعب هو اللي غيكون. كاين مؤشر آخر اللي هو احترام حقوق الإنسان في البلدان النامية. البلدان النامية هي البلدان المتوسطة. بيني وبينك، أي دولة فيها الفساد الإداري راه كتعرقل التنمية، يعني الدولة اللي ما فيهاش احترام حقوق الإنسان وما فيهاش الديمقراطية واحترام الرأي ديال شكون انتخبوا عليه. وهذه ندوزو دابا المقاربة الرابعة اللي هي المقاربة البيئية، ومن سميتها غتكون عرفتيها علاش كدوي. كدوي على البيئة في الدولة. الدولة اللي نقية بحال هونغ كونغ مثلا، اللي غير الى لحتي نسكة في الشارع ديالها غتخلص عليها غرامة مالية. هاد الدولة اللي نقية كتكون عندها التنمية طالعة طبيعة الحال. اما الدولة اللي ما نقياش بحال المغرب كتكون عندها التنمية هابطة. ندوزو للمقاربة الخامسة اللي هي المقاربة التعليمية والتثقيفية. هذه كتعتمد على التثقيف بالنسبة للناس اللي فايتين 15 عام، يعني الثقافة بالنسبة للناس اللي فايتين 15 عام، وكتقاس عاوتاني على التمدرس، يعني الناس اللي كيقراو من 15 لتحت. هذه بالنسبة للناس اللي قل من 15 عام. ندوزو لآخر مقاربة اللي هي المقاربة الاقتصادية. هذه باينة، كنشوفوا فيها الناتج الوطني الخام ديال الدولة، والدخل الفردي ديالها، وبنية الاقتصاد ديالها. الناتج الوطني الخام فات لي شرحته، اللي هو المجموع ديال المنتوجات ومن الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، والدخل الفردي راكم عارفينه اللي هو الدخل ديال الفرد في الدولة، وبنية الاقتصاد ديالها واش اقتصاد مدني يعني كيهتم بالشعب، ولا اقتصاد عسكري كيهتم بالعسكر. سالينا المقاربات غير عاود سمعهم مزيان، راه غتفهمهم وغتعرف تجاوب في أي سؤال تحت لك. آخر فقرة في هذا الدرس اللي هي التقسيمات الكبرى ديال العالم من خلال خريطة التنمية. هاد الفقرة هادي سهلة حتى هي. الخريطة ديال التنمية كتمكنك أنك تقسم العالم من الدول الغنية للدول النامية والمتوسطة للدول الفقيرة المكحطة في العالم. الخريطة ديال التنمية كتعتمد على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. التنمية الاقتصادية فيها جوج حوايج، فيها الناتج الوطني الخام اللي كيتحسب فيه المجموع ديال القيمة ديال المنتوجات في المجالات الاقتصادية اللي ذكرنا، الصناعة، الفلاحة، والتجارة والخدمات، ونقدو نزيدو حتى السياحة والتعدين. وكتعتمد على المؤشر الثاني، الحاجة الثانية اللي هي الدخل الفردي ديال كل شخص في الدولة. كيفاش كيتحسب هذا الدخل الفردي؟ كتشد الناتج الوطني الخام ديال الدولة اللي هضرنا عليه، كتقسمه على عدد السكان ديال الدولة، داكشي اللي خرج لك كيعطيك الدخل الفردي ديال كل فرد في الدولة. كيفاش يمكن لينا نقسمو العالم من خلال التنمية الاقتصادية؟ عقلوا على الدول الغنية، الدول المتوسطة النامية، والدول الفقيرة. الدول الغنية بحال أمريكا الشمالية يعني ميريكان، أوروبا الغربية، فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، نقدو نزيدو حتى روسيا، وكاين أستراليا واليابان. الدول المتوسطة النامية هي دول آسيا، الكويت، السعودية، ومجموعة من الدول،
والدول ديال شمال افريقيا اللي هما حنا المغاربه وتونس الجزائر، نقدو نزيدو مصر ونقدو نزيدو حتى ليبيا، وكاين الامريكا اللاتينيه اللي كنا عارفينهم، البرازيل الارجنتين الى اخره. الدول الفقيره هما دول الجنوب، يعني الصومال اثيوبيا، قول افريقيا السوداء كلها. هكا كيتقسم العالم من خلال التنميه الاقتصاديه اللي كاين في الخريطه ديال التنميه. الخريطه ديال التنميه فيها حاجه اخرى اللي ذكرنا اللي هي التنميه البشريه. دابا غندويو على الاي دي اتش. هاد الاي دي اتش مقسم لثلاثه ديال المستويات. مستوى المعرفه اللي هو يعني معدل التمدرس للناس اللي قل من 15 عام، والأمية للناس اللي كبار من 15 عام، ومستوى الصحة يعني المتوسط ديال أمد الحياة شحال كيعيشوا الناس، ومستوى المعيشة وهذا متعلق بالدخل الفردي. كيفاش مقسم العالم من خلال التنمية البشرية؟ الدول الغنية كيكون عندهم الاي دي اتش اكثر من 0.8 او لا 0.8%، والدول المتوسطة كيكون عندهم ما بين 0.500 حتى 0.800. أما الدول الفقيرة المكحطة نورمال تيكون عندهم من غنعرفوا شنا هي الوضعية ديال الموارد الطبيعية والتوزيع ديالها في المغرب والأساليب ديال التدبير ديالها. كيف ما قلت لكم في هذا الجزء هذا من الدرس غنتكلم لكم على الموارد الطبيعية فقط، والجزء الثاني غندوي فيه على الموارد البشرية. الموارد الطبيعية باش نفهموها شنا هي، الموارد الطبيعية هي المصادر اللي كتحقق الاكتفاء الذاتي للدولة، يعني نقدروا نقولوا المصادر اللي كتعمر بيت الخزين ديال الدولة باش تعيش وتتأقلم مع الدول. المهم انت عقلي على المثال اللي غنعطيك دابا. واحد الدولة بحال سوريا اللي تخربات الموارد الطبيعية ديالها، راكم عارفين كيف دايرة، مخربة من الداخل ومن برا. التنمية في سوريا نقدو نقولوا أنها منعدمة، وهذا غيخليكم تفهموا شوية شنا هي القيمة ديال الموارد الطبيعية. أوكي دابا فهمنا شنا هي الموارد الطبيعية. اللي خاصك تفهم في هذا الجزء ديال الموارد الطبيعية هو شنا هي الوضعية ديال الموارد الطبيعية، واش ضعيفة واش قوية، التوزيع الجغرافي ديال الموارد الطبيعية، زعما فين جات في المغرب، اين مناطق اين بلايص في المغرب. والحاجه الثالثه اللي خصك تعرف هي الاساليب ديال التدبير ديالها، يعني شنا هي الحوايج اللي خصنا نديرو باش هاد الموارد الطبيعيه تبقى خدامه للبلاد وكتزيد بالبلاد لقدام. واخا اجي نشوفو كي دايره الوضعيه ديال الموارد الطبيعيه في المغرب. الموارد الطبيعيه اللي خصك تعقل عليهم كاين 6: الماء، التربه، الغابه، الثروه البحريه، والمعادن، والطاقه. بلاتي نعاودهم باش تعقلوا عليهم: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية، والمعادن، والطاقة. نعاودو مرة أخرى باش تعقلوا عليهم: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية يعني البحر، والمعادن، والطاقة. أوكي فرعت لكم راسكم. بلاتي نشوفوا الوضعية ديال هاد الموارد كاملة في المغرب. بالنسبة للماء اللي هي أول مورد، الوضعية ديال الماء ديال هذا المورد هذا اللي هو الماء ضعيفة في المغرب. خاصكم تعرفوا أن المواطن المغربي النصيب ديالو في الماء راه غادي وكينخفض، والسبب كاين عدة عوامل. كاين العامل ديال الجفاف، كاين العامل ديال التصحر، يعني الأراضي، كاينين شي أراضي في المغرب اللي ما فيها لا ماء لا ماكلة، يعني أرض جرداء قاحلة. وهذا عامل، كاين العامل ديال تزايد السكان، كل ما زادوا السكان النصيب ديال الماء راه كينقص من المواطن. اجي ناخذ واحد المثال، بحال دابا انت وصحابك، يعني انت وجوج صحابك خديتو بيتزا وقسمتوها، ماشي انت وربعه صحابك خديتو بيتزا وقسمتوها، الطرف اللي غايجيك نتايا غايجيك صغير، ما حد الحاجه كتزاد، يعني الانسان كيتزاد والقسمه ديالك كتنقص. هذا هو المشكل، تزايد السكان غادي وتزيد. كاين عامل اخر ديال ضعف ترشيد استعمال الماء، يعني الماء ما مستغلش بالطريقه اللي خصو يتستغل بها، يعني الماء كيضيع بزاف ديال الحوايج بحال التلوث ديالو، وهذا الشيء كله اللي ذكرنا راه هو اللي غيخلي المغرب يعاني من الخصاص المائي من هنا للقدام.
يعني مشينا فيها اخوتي. سالينا دابا من الوضعيه ديال المورد ديال الماء، وراكم عرفتوها كيف دايره هذه الوضعيه هذه. دابا ندوزو للوضعيه ديال المورد الثاني اللي هو التربه. الوضعيه ديالو في المغرب حتى هي ضعيفه، حيت التربه في المغرب، التربه الخصبه الصالحه للزراعه قليله في المغرب. كاين سبب اخر ديال تلوث التربه، يعني التربه كتولي مسخه. كاين العامل الاخر او السبب الاخر هو الملوحه. التربه ملي كتوصل ليها الملحه في المغرب ما كتبقاش صالحه للزراعه، سواء في المغرب سواء المهم التربه ملي كتوصل ليها الملحه ما كتبقاش صالحه للزراعه، وهذا هو المشكل اللي كاين في المغرب. بزاف ديال التربات الخصبه في المغرب كتوصل ليها الملحه وما كتبقاش صالحه للزراعه. وبسبب الاستغلال المفرط المغاربه تزرعوا بزاف التربه ما تخليوهاش ترتاح، وهاد الاسباب كلها كتزيد تضعف الوضعيه ديال التربه في المغرب اللي هي مورد طبيعي، يعني عنده واحد القيمه عليا في المغرب. المورد الثالث الطبيعي في المغرب هو الغابه. المغرب فيه اصناف نباتيه متنوعه بحال الارز والبلوط والى اخره، وهاد الاصناف كاينه في الجبال، كاينه في الغابه ديال المعموره مثلا اللي معروفه بالبلوط، والارز كاين في المناطق الجبليه اللي نقدو نقولوا ازرو. اوكي عارفك دابا غتقول الوضعيه غدا بخير مزيان كلشي مزيان، ولكن الغابه في المغرب راه حتى هي مهدده باش ما تبقاش. والسبب اللي يقدر يحيدها في المستقبل كاين عده اسباب، بحال الجفاف، بحال الاجتتات الناس اللي كيحيدوا الاشجار من الجدر، بحال الرعي الجائر، السراحه اللي كيخليوا الخرفان يرعاو في الغابه وكيفسدوا في الاشجار ديالها، الحرائق حتى هي سبب باش ما يخليش الغابه تزيد تستمر. الغابه نعمه بحالها بحال الدار، عقلوا عليها. تقلص ديال المجال الغابوي بمعدل 30 ألف هكتار كل سنة، هذا التقلص هذا راه كيساهم بتدهور الأنظمة البيئية، يعني راه كاين علاقة ما بين البيئة والغابة، وكل ما تدهورات الحالة ديال الغابة كتدهور البيئة. أجي نشوفوا دابا الوضعية ديال المورد الرابع الطبيعي بالمغرب اللي هو الثروة البحرية أو البحر، نقدو نقولوا البحر. الوضعية ديال هذا المورد هذا هذه المرة هذه قوية، ولكن راه بالنسبه لينا حنا كمواطنين راه ما كنشوفوا والو منها. ما علينا، المغرب دايرين به جوج واجهات بحريه، وحده كتطل على المحيط الاطلسي ووحده كتطل على البحر الابيض المتوسط، وهذا هو اللي خلى المغرب يكون عنده ثروه بحريه منوعه، هالاسماك هالرخويات هالقشريات الى اخره. ولكن المغرب ديما كيواجه الصعوبات في الموارد الطبيعيه القويه ديالو. هاد المرة هادي بالنسبة للبحر الصعوبات اللي كيواجه هي كاين من بينها الاستغلال المفرط، ولكن راه ماشي حنا اللي كنستغلوه، وكاين التلوث ديال البحر، وكاين عاوتاني الخطر ديال انقراض بعض الموارد البحرية، يعني شي اصناف ديال الاسماك والرخويات كاين اللي منها نقارض وكاين منها اللي غينقارض من بعد. واخا دابا شفنا الوضعية وشفنا الصعوبات ديال المورد الرابع اللي هضرنا عليه اللي هو الثروة البحرية، اجي نشوفو المورد الطبيعي الخامس بالمغرب اللي هو المعادن. المعدن الوحيد اللي في المغرب نقدو ناخدوه بعين الاعتبار واللي في المغرب عنده كمية كبيرة منه هو الفوسفات. المغرب عنده 75% من الاحتياطي العالمي للفوسفات. المغرب هو ثالث مصدر عالمي للفوسفات. المعادن الاخرى كاينه ولكن قليله، ولكن كيف العاده المغرب كيواجه صعوبات في هذا المورد. هذا كاين قله الاستكشافات، يعني عندك ثروه وانت ما عارفش، كاين ضعف الاستثمارات قليل اللي ديها في الثروه المعدنيه، كاين ان المغرب تراجع في الانتاج ديالو لبعض الاصناف المعدنيه بحال الرصاص. زياده على هذا الشيء كاين المنافسة الخارجية على المغرب في هذا المجال، يعني كاين دول الخارج اللي كتنافس المغرب في المجال المعدني. دابا غنشوفوا آخر مورد طبيعي اللي هو الطاقة، غنشوفوا الوضعية ديالو كيفاش دايرة. الوضعية ديال الطاقة في المغرب ضعيفة، واخا راه المغرب فيه بزاف ديال مصادر الطاقة بحال الفحم الحجري يعني الفاخر، بحال الغاز الطبيعي وبحال البترول، ولكن داكشي قليل.
والتكلفة ديال الاستغلال كبيرة مقارنة مع المصادر الطاقية اللي كاينة في المغرب. هذا الضعف هذا ديال الطاقة في المغرب خلى المغرب يستورد الطاقة من دول الخارج. سالينا دابا الوضعيات، الاستنتاج اللي نقدو نستنتجوه من هاد الوضعيات هادو كاملين هي ان الاستغلال الغير منظم، يعني الاستغلال اللي كيكون غير عشوائي لهاد الموارد الطبيعية، راه هو اللي كيخليها تدهور. يعني الموارد الطبيعية كاملة اللي شفنا، الاستغلال اللي كيكون عشوائي ليها راه كيخليها تدهور، وهكا التنمية ما كتزيدش للقدام. كل ما الموارد الطبيعية كتشوف التدهور، التنمية حتى هي ما كتزيدش للقدام، وهاد الصعوبات كاملة سببها هو سوء التدبير. ايوا دابا غنساليو باساليب تدبير هاد الموارد الطاقية. اجي نشوفو شنو هما الاساليب. بزاف ديال التدخلات تدارت باش تصاوب اساليب تدبير هاد الموارد الطبيعية. بالنسبة للماء، تأسس المجلس الاعلى للماء والمناخ. هاد المجلس هذا كل مرة كيجيو فيه بحلول جديدة لتدبير الماء. كاين تقنين استغلال الماء، يعني كاين كميات كبيرة من الماء مخزونة خازنينها حتى تجيبها الضرورة ويستعملوها. كاين بناء السدود، السد هو اللي كيتحط فيه الماء، يعني كيتخزن فيه الماء، وبنوا بزاف ديال السدود اللي تخزن فيهم الماء. كاين تدبير اخر ديال التنقيب على المياه الجوفية، يعني المياه اللي كتكون في الحجر، الماء اللي كيكون في الصخور وكيكون غالبا من الامطار ولا الشلال. وكاين التوعية بان الماء راه مهم وخاص الحفاظ عليه، هذا كذلك تدبير مهم ديال التوعية. ندوزو دابا للتربة، شنو الحلول والتدابير اللي داروا؟ كاين تشجير، يعني غرس الاشجار بكثافة، داروا حواجز باش يوقفوا زحف الرمال. ظاهرة زحف الرمال ما كتخليش الرمل، يعني الرمل اللي هو عنصر مهم في التربة، يبقى في بلاصتو، ما كتخليش يبقى في بلاصتو، كيتشتت. دونك اخترعوا شي آلات وداروا شي حلول باش يوقفوا هاد الظاهرة هادي. كذلك بنوا مدرجات باش يقللوا من الخطر ديال التعرية والانجراف. ندوزوا للغابات والتدابير اللي داروا فيها والحلول اللي عطاو. من بين التدابير اللي داروا انهم اسسوا واحد المندوبيه ساميه مهتمه بالمجال الغابوي، وكتعطي حلول فيه، وكتصدر قوانين لحمايه هذا المجال اللي هو المجال الغابوي. الغابه ولاو كيشددوا في الغابه عن طريق التشجير، كيغرسوا الاشجار بكثافه، ولاو كيديوها في المجال العلمي والعلاقه ديالو بالمجال الغابوي. يعني العلم راه مرتبط بالغابه، يقدر ينفع بزاف ديال الحوايج. ولاو كذلك كيوعيو بلي ان الغابه نعمه بحالها بحال الدار، ولا التوعيه ديال ان الغابه مهمه. ندوزو للثروه البحريه. التدابير اللي داروا هي انهم داروا واحد المؤسسات كتنظم القطاع ديال الصيد البحري، بحال المعهد الوطني للدراسات البحريه. هذا تقدر تكمل فيه الا جبتي نقطه عليا في الباك. خدموا قوانين ومخططات عندها علاقه بالصيد البحري. عاودوا النظر في عدة اتفاقيات ديالهم في القطاع ديال الصيد البحري، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي أوروبا، وبداو كيراقبوا الإنتاج. بالنسبة للموردين الأخيرين اللي هما المعادن والطاقة، التدابير اللي داروا فيهم بداو التنقيب على مناجم جديدة ديال المعادن في البحر وفي البر، ولاو كيجلبوا مستثمرين أجنبيين للمعادن، يعني الاستثمارات ديال المعادن، وبدا الاهتمام بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية. هاد التدابير هادي اللي دارت فيها مجهودات كبيرة عندها أهمية كبيرة في الحد من تدهور الموارد الطبيعية، ولكن هاد التدابير هادي ما كافياش. غنبداو بالوضعية ديال الموارد البشرية بالمغرب، وهنا غنهضروا على النمو الديموغرافي. اجي نشوفوا شنو كاين. كاين عدد السكان اللي من بداية القرن العشرين حتى 2004 تزاد من 11 مليون نسمة ل 30 مليون نسمة، وهذا بطبيعة الحال تطور كبير نسبيا. ولكن واخا هكاك من 2004 حتى 2018 نقصات شوية الوتيرة ديال النمو بالمغرب. كاين التحول الحضاري اللي بدا في التسعينات، يعني بدات الهجرة القروية للمدينة وتطورت نسبة السكان. كاين حاجة أخرى اللي هي ارتفاع الكثافة السكانية في السهول والهضاب الأطلنطية. الناس ديال الجبال، الناس ديال الأطلس، تزادت هما عندهم الكثافة السكانية، ولدوا بزاف ديال الولاد، والظروف الطبيعية والأنشطة الاقتصادية عاوناتهم. الماكلة كاينة والفلوس كاينة، وعلاش ما يولدوش؟ دونك تزادت الكثافة السكانية في هاد المناطق. وهاد القضية ديال الكثافة السكانية
راه ما كانتش غير هنا، كانت حتى في الريف، حيت هما اللي كانوا السكان الاولين في المغرب، يعني من السكان الاوائل اللي كانوا في المغرب هما الريف. كاينه حاجه اخرى اللي زادت لافونتاج في الموارد البشريه، اللي هي ان الساكنه النشيطه يعني الشباب كتشكل الجزء الاكبر من مجموع السكان، يعني الشباب هما اللي طاغيين في الهرم ديال السكان، العكس اللي كاين في نسبه الشيوخ، الناس الشيوخ كيموتوا بزاف، النسبه ديالهم ضعيفه. وهذا الشيء غيخلينا نقولوا ان الهرم السكاني بالمغرب هو هرم فتي، وهذا كيشكل واحد المشكل في القطاعات الاجتماعيه. ومادام الشباب هو اللي كتير في المغرب، الخدامي غيكونوا قلال، غيكون البطاله، غتكون الفقر، شحال ما كان العدد ديالهم الخدامي راه ما يمكنش تلقى بزاف ديال الخدامي في المغرب. وهاد القضيه هذه راه كنعيشوها. المهم دابا شفنا الوضعيه ديال الموارد البشريه، اجي نشوفوا مستوى التنميه البشريه بالمغرب. المؤشر ديال التنميه البشريه بالمغرب تطور بواحد الشكل ملحوظ مع السنوات اللي دازت، ولكن باقي ما وصل لمستوى المجهد الواعر اللي خاصو يوصل، وهذا الشيء راه باين. بالنسبه للتنميه البشريه، المغرب جا في الرتبه 124 عالميا، وهذا الشيء جاي من المشاكل الاجتماعيه اللي كاينه، كاين الفقر والبطاله الى اخره. زياده على هذا الشيء، المؤشر ديال التنميه البشريه الاي دي اتش كيختلف كذلك من جهه الاخرى، هو اصلا مكفس، ولكن مثلا في المنطقه الحضريه راه اقل شويه من المنطقه القرويه، حيت المنطقه القرويه راه كرف الناس، وهذا الشيء راه كنشوفوه، الناس اللي ما كيوصلهمش الماء، الناس اللي فيهم الفقر، الناس ديال الجبال، الناس ديال الفيلاجات، راه كرف من الناس ديال المدينه في مؤشر. هذا هو المستوى ديال التنميه البشريه بالمغرب، وكيف ما شفتوا المستوى باقي ضعيف. أرى نشوفوا دابا التدابير والجهود اللي تبدلات باش يتحسن المستوى ديال التنميه بالمغرب. دونك شنا هما المجهودات اللي دارت باش يتحسن مستوى التنميه البشريه بالمغرب؟ دارت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهذه وجهت الاهتمام ديالها للعجز الاجتماعي اللي كاين في المناطق الحضريه الفقيره، صحاب البراكات، الناس اللي فقراء، واخا ساكنين في المدينه باقيين فقراء، وكذلك للناس اللي ساكنين في المدن القرويه او المناطق القرويه اللي فيها غير الفيلاجات، البلايص الجبال، البلايص اللي ما كيوصلهمش الماء، البلايص اللي فيهم الفقر. هكا هذه المبادره الوطنيه وجهت الاهتمام كذلك للناس اللي في وضعيه صعبه، بحال الناس اللي مصابين بمتلازمه داون، الناس اللي مرض، الناس اللي وصل فيهم العظم، وكتحاول تلبي لهم الرغبات ديالهم والطلبات ديالهم. كذلك هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شجعت الناس اللي كدير الأنشطة المنتجة والدخل القار، يعني الناس ديال الفراشات، الناس اللي كيبيعوا الخضراء، الناس اللي كيبيعوا الفواكه وكيبيعوا الحوايج إلى آخره. وهذا الشيء كله دارته غير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب. أون بليس دارت برامج أخرى للتنمية البشرية بالمغرب، بحال المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضاري، وبحال الاستراتيجيه ديال 2020 للتنميه القرويه، ودار برنامج ديال التنميه البشريه المستدامه ومكافحه الفقر، ودار واحد المشروع ديال الاولويات الاجتماعيه. سياسه اعداد التراب الوطني بالمغرب، اول مره تبان هذه السياسه في المغرب كانت في 1968 في الوقيته اللي كان حاكم الحسن الثاني. باش تفهم هذه السياسه هذه اللي هي سياسه اعداد التراب الوطني بالمغرب، خاصك تفهم علاش دارت هذه السياسه. هذه سياسه الاعداد التراب الوطني دارت باش يتعاود واحد توزيع ديال الموارد الطبيعيه اللي كاينه في المغرب، يعني دارت باش تحقق التنميه المستدامه اللي دوينا عليها في الدرس الاول، التنميه اللي دوينا عليها، وكذلك دارت باش تنقص من الحده ديال التباينات المجاليه. غنفهموا شنو هي التباينات المجاليه. التباينات المجالية هي بحال ملي كتقول واحد الصراع كيكون داخل البلاد ما بين واحد جوج ديال المدن، مثلا بحال دابا الريافة والشمال أو إلى ذلك. وهاد السياسة دارت باش تنقص من الحدة ديال هاد الصراعات هادي وهاد التباينات المجالية. أوكي دابا فهمنا شنا هي هاد السياسة، أجي نفهمو المبادئ العامة ديالها، وكاينين أربعة ديال المبادئ اللي خاصك تفهم. نبداو بأول مبدأ
هو المبدأ ديال تدعيم الوحدة الترابية، زعما استكمال الوحدة الترابية، هي استرجاع واحد المناطق اللي هما في الأصل ديال التراب الوطني المغربي بحال العيون والساقية الحمراء، بلس تأمين توازن ما بين جميع الأجناس والأعراق، يعني ما بين المجالات، وكذلك الدعم ديال التضامن، زعما يد في يد ما بين المغاربة كاملين. ندوزو دابا للمبدأ الثاني في هاد السياسة هادي، واللي هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هاد المبدأ دار باش يلبي الحاجيات ديال السكان المغرب في جميع الميادين السوسيو اقتصادية، زعما من ناحية الخدمة، العيش الكريم، فرص الشغل، الرخاء الاقتصادي. السوسيو اقتصادية راه كتعني اجتماعي اقتصادي، جاية من سوسيال، سوسيو اجتماعية او سوسيو اقتصادية. سمحوا لي على هذا الخلط، هذا اللي كان وقع في واحد الدرس. سوسيو اقتصادية كتسمى باجتماعي اقتصادي، حيث سوسيو جاية من سوسيال اللي هو المجتمع. اوكي، نرجعوا للمبدأ ديالنا. هذا المبدأ هذا اعتمدوا فيه على الموارد العامة، خاصها توزع على الناس المعوزين والفقراء والمرض والبيطاليين بطبيعة الحال، الناس اللي طبقة الفقيرة. ندوزو دابا للمبدأ الثالث، واللي هو المحافظة على البيئة، وغتكون فهمتيه دابا هاد المبدأ هذا. زعما الحفاظ على البيئة راه كيساوي الحفاظ على الموارد الطبيعية، دونك إلا كانت البيئة نقية غتكون التنمية حتى هي طالعة. علاش؟ حيتاش الموارد الطبيعية غيكون الحفاظ عليها كاين، يعني محافظين عليها في المغرب. بليس دو سا، هاد المبدأ هذا واحد اللعيبة اللي زادوها فيه، اللي هي الإحساس بمسؤولية المحافظة على البيئة، زادوا هاد الحاجة هادي في هاد المبدأ. المبدأ الرابع اللي بقى لينا هو إشراك السكان في التسيير، واللي كيعني استشارة السكان والأخذ بالرأي ديالهم بعين الاعتبار في تحديد المشاريع اللي كتهم بالمستقبل ديالهم، يعني في هاد الأرض السعيدة، باش ملي تطبق شي سياسة تكون لصالح السكان، وهاد الشي على شان السكان. سالينا دابا المبادئ، اجي ندخلو في الاختيارات الكبرى والاختيارات المجالية اللي دارت هاد السياسة ديال إعداد التراب الوطني. نبداو بالاختيارات الكبرى، واللي هما 6 ديال الاختيارات. الاختيار الاول اللي دارت السياسة هي تأهيل الموارد البشرية، ودارت فيها محو الأمية ومحاربة تشغيل الأطفال، يعني كيحاربوا باش الدراري الصغار ما يبقاوش يخدموا وهما صغار. دار فيه تعميم التعليم، يعني كل شيء يقرأ، وإصلاح المناهج ديالو، يعني كل مرة يحاولوا يصلحوا منهج التعليم ديال القراية، وراكم عارفين. ودار كذلك اختيار تطوير المهارة ديال الفلاحين والشباب والمهنيين. الاختيار الثاني واللي هو تدبير الموارد الطبيعية، ودار في هذا الاختيار كيفاش يكون التدبير ديال الموارد الطبيعية، الموارد المائية يعني الماء، وحماية الغابات من الحرق ومن الاجتثاث. الغابة نعمة. بليس دوسا دار فيه إدماج التربية البيئية، زعما التوعية بالبيئة وترسيخ روح المسؤولية ديال المواطنة، يعني ما خصكمش تلوحوا الزبل في الأرض، ما خصكمش هكا. الاختيار الثالث اللي غندوزو ليه دابا اللي هو تنمية العالم القروي، ودارت فيه واحد السياسة اقتصادية باش تزيد تنمية عند الأرياف من ناحية الدخل الفردي والمعيشة، بليس ووفروا لهم الإطار القانوني للتنمية في الريف، يعني داك الشي بقوانين. زيادة على ذلك داروا تخفيف ما بين الريف والمدن، يعني واحد تخفيف ديال الحدة ديال هذاك التباينات، يعني ينقصوا الصراعات ما بين الريف والمدن ديال المغرب، وما يبقاش داك الصداع ديال بلادي بلادك، ارضي ارضك. وهادي اوكي. ندوزو دابا الاختيار الرابع واللي هو السياسة الحضارية، واللي درت فيه معالجة التباينات الحضارية، يعني يعالجوا الصراع اللي كاين ما بين الحضارات. مثلا نعطيكم مثال ما بين الامازيغ والعرب، احنا عارفين باللي كاين واحد شوية ديال الصراعات معروفة ما بين الأمازيغ والعرب، وهذا هذا الاختيار هذا دار باش يعالج هذا الموضوع هذا. الاختيار الخامس هو تأهيل الاقتصاد الوطني، دار في هذا الاختيار تحسين محيط الاستثمار، زعما الأراضي والبقع،
كيحسنوا فيهم ويقدوهم ويأطروهم. والدار فيه البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية القروية، زعما تنويع الأنشطة الاقتصادية واللي نقدو نفهمو منها في الحرف والخدمة والعلوم اللي تنفع في الاقتصاد الإيكو، وتأهيل الصناعة الوطنية بالمدن، يعني كيعاونوا باش الصناعة الوطنية تزدهر. إيوا الاختيار الأخير والسادس اللي هو حل إشكالية العقار، يعني تحكمات هاد السياسة هادي في السوق ديال العقار. السوق ديال العقار بالمدن كيعني أن هاد السياسة هي اللي كتحكم في العقار وقتاش يطلع وقتاش يهبط، فهمتي؟ تاني حاجة إيجاد حلول للعقار المعقد اللي كيعيق التنمية في العالم القروي. العقار في العالم القروي هو دوك الأراضي اللي ما مقداش ما مأطراش، وهما كيحاولوا يلقاو لها واحد الحلول باش تولي يعني تزيد في التنمية ديال البلاد. دابا سالينا الاختيارات الكبرى، غندوزو الاختيارات المجالية. في الاختيارات المجالية غنهضرو شوية على المغرب كيفاش تقسم في إطار هاد إعداد التراب الوطني في هاد السياسة هادي. المغرب تقسم لسبعة ديال المجالات، يعني كل المجال هو واحد البلاصة، مجال هو واحد المكان، هو مجال. فالمغرب نقسم لسبعة ديال المجالات متجانسة ومخلطة، واللي هي المناطق الشمالية والشرقية، المناطق الجبلية، المناطق الصحراوية، البحر والساحل، المناطق البورية، المناطق المسقية، والشبكة الحضرية، أزمة المدينة والريف، التهيئة الحضرية والريفية. قبل ما نفهموا مظاهر الأزمة في المدن ومظاهر الأزمة في الأرياف، نشدوا تاكسي ونمشيو نشوفوا تشخيص التمدين في المغرب. في المغرب وقع واحد التمدين سريع بسبب الولادات، الناس بدات كتولد بزاف، نسبة الولادات ارتفعت في المدينة، وكذلك بسبب الهجرة القروية. الهجرة القروية يعني الناس تيهجروا من القرية للمدينة بواحد الكثافة سريعة. هاد الشيء خلى المجالات الحضارية توسع، يعني تزادت واحد البارطمات، تزادت بزاف ديال الديور، تزادت الفيلات، تزادت الرياضات، تزادت الجرادي، تزادوا بزاف ديال المجالات الحضارية. وهاد الشيء بطبيعة الحال بسبب الضغط السكاني. في المغرب تحولت شي قرى لمدن، قرى كانت قرى بعد مدة زمنية ولات مدن. هاد الشيء اللي ذكرت دابا كاملو عنده واحد انعكاسات خايبة مجاليا، بيئيا، وحتى اجتماعيا. مجاليا على المدينة، بيئيا في البيئة، مادام كتير بنادم راه غيوسخ البيئة غيوسخ البيئة، وكذلك اجتماعيا يعني في المجتمع، دوك الطبقات كيوليو الشلوح مع العرارة، المدينة كتولي مخلطة. المهم كاين انعكاسات خايبة. اوكي، نزل من الطاكسي، رسالينا التشخيص ديال التمدين في المغرب. اجي دابا ندخلوا للصح اللي هو المظاهر ديال الازمات في المدن وفي الريف، وغنبداو بمظاهر الازمه في المدن اللي بانت اقتصاديا واجتماعيا وتجهيزيا. اقتصاديا، المدينه ما عندهاش مؤسسات اقتصاديه كبيره اللي كتحرك الاقتصاد في المغرب. يعني في المغرب المدن ديالو راه ما فيهاش المولات، ما فيهاش الشركات اللي كينتجوا التليفونات، ما فيهاش شي مؤسسات كبيره اقتصاديه اللي غتهز الاقتصاد المغرب. بلس عندها تضخم في الاقتصاد الغير مهيكل. غنفهموا شنو هو الاقتصاد الغير مهيكل. الاقتصاد الغير مهيكل هو الضريبه اللي ما كيخلصوهاش دوك الشركات المتوسطه ولا الشركات الصغيره، ولا دوك اللي كيهربوا المخدرات بحال الحشيش وماريخوانا الى اخره. هاد الشركات مثلا كيجيبوا واحد المنتوجات من برا، ما كيخلصوش عليها الضريبه، وهذا راه كيضرب في الاقتصاد المغربي. زياده على هاد الشيء ارتفاع حده المضاربه العقاريه. شناهي هاد المضاربه العقاريه؟ هي هذاك اللي تبيع لك مثلا واحد العقار وتبيعه لك بثمن مرتفع على اللي غيناسب مع العرض والطلب، يعني كيبغي هو يربح منك. هو داك العقار ما كيساويش داك الفلوس ولا داك الثمن بالمقارنه مع العرض والطلب وكيفاش خصو يتباع، ولكن هو كيبيعو لك بثمن مرتفع، وانت من اللي غتشري هاد الارض ولا هاد العقار، من اللي غتشريه
راك غادي تبيعو بنفس الثمن ولا الفوق وما غيبقاش التوازن في الاقتصاد، وهكا غيتدهور الاقتصاد. اوكي دابا نشوفو اجتماعيا فين بانت مظاهر الازمه. بانت مظاهر الازمه في المجال الاجتماعي قله فرص الشغل، زيد عليها انتشار البطاله، زيد عليها السكن الغير اللائق ما كاينش فين يسكنوا الناس، زيد عليها الفقر اللي انتشر في المدينه، وانتشر الاقصاء الاجتماعي. يعني الناس ولا دابا الطبقه الهاي كلاس هي اللي خصها تعيش، اما الشيء الاخر راه غير خشبيش. دونك كاين هذا الاقصاء الاجتماعي، يعني ما كاينش واحد، ما كيوازنوش ما بين الطبقه الفقيره والطبقه الغنيه، راه بجوجهم بحال بحال. ودابا غنساليو بتجهيزيا فين بانت المظاهر ديال الازمه بالمدن. تجهيزيا بانت في الطرقان اللي ما مجهزاش، بحال الطريق ديال تيزين تيشكا، البنيه التحتيه عارفين احنا ما مجهزاش. غتشوف اي طريق عندك في مدينتك تلقى بزاف ديال الطرقان ما مجهزاش. واكبر مثال هو الطريق ديال تيزين تيشكا اللي ما بين مراكش والرشيديه. بانت هاد المظاهر في الشبكه ديال التطهير، بانت في الاناره، وبانت في الماء ديال الشرب. يعني الماء والضوء راه ماشي كلشي، يعني ماشي كاع المواطنين متاح لهم. المواطن مثلا الفقير ما متاح ليش ان الضوء والماء. بلس الازمه ديال النقل الحضاري، يعني طاكسيات طوبيسات هذاك الشيء قليل في شي مدن. هاد المظاهر ديال الازمه كلها في المدينه. اجي نشوفوا دابا الريف فين بانت مظاهر الازمه. في الريف بانت في ضعف التنميه الاقتصاديه، يعني الدخل الفردي الى اخره. بانت في الانتاج الفلاحي اللي كيضعف مع التقلبات الجويه. زياده على هذا الشيء ولات الزراعه في المناطق البوريه. المناطق البوريه الغير صالحه للزراعه هي السائده، وهي اللي ولاو كيزرعوا فيها الناس. الاراضي البوريه هي الاراضي اللي كبرات وتكشترات، يعني ولات ضعيفه وصعيب انك تزرع فيها شي حاجه. بانت في انتشار الفقر في الريف، بانت في انتشار البطاله، بانت في انتشار الاميه والتغطيه الصحيه ضعيفه، وحتى التمدرس ضعيف. الماء والضوء في الارياف عندهم ضعف الاستفاده منه. وهاد المشاكل اللي كاينه في الارياف راه هي اللي نقدروا نفسروا بها كيفاش كتخليهم يمشيو للمدينه، العمليه اللي كتسمى بالهجره القرويه. هاد المظاهر ديال الازمات هي اللي كتخليهم يديروا الهجره القرويه ويمشيو للمدينه. شنو دارت الدوله باش تعالج ازمه المدن؟ في المدن تدخلت الهيئه الحضريه، زعما المؤسسات والوكالات والجمعيات والاطارات، وتدخلت سياسه اعداد التراب الوطني. علاش دارت هاد سياسه اعداد التراب الوطني؟ سيرجع للدرس الثالث. وثلاثه ديال المجالات اللي بانت فيهم التدخلات ديال برامج التهيئه الحضريه وديال اعداد التراب الوطني، كاين عمرانيا وكاين سوسيو اقتصاديا وكاين تجهيزيا. عمرانيا صوبوا تدابير قانونيه، بحال ملي حطوا القانون ديال التعمير، زعما الا بغيتي تعمر تسكن في شي مدينه خاصك تخضع لشي قوانين، ماشي غير اجي وعمر ديك البلاصه. بحال القانون ديال التهيئه العمرانيه اللي حتى هو تيخص نفس المجال ديال كيفاش تسكن والوثائق والقوانين. ودارت تدابير مؤسساتيه، بحال ملي صوبوا معهد الوطني للتهيئه واعداد التراب الوطني، والوكالات الحضاريه والمفتشيات الجهويه اللي كيخدموا على اعداد التراب الوطني في كل جهه في المغرب. هادشي كله كيخص الموارد الطبيعيه واعداد التراب الوطني. الدوله كذلك دارت الوكاله الوطنيه لمحاربه السكن غير اللائق، يعني دوك صحاب البرارك صحاب السكن العشوائي، هاد الوكاله دارت باش تحاربهم. وصوبوا كذلك تدابير تقنيه. شنو هي التدابير التقنيه؟ داروا فيها البلانات ديال المديريه للتهيئه الحضاريه. التهيئه الحضاريه يعني التهيئه اللي كتخلي المدينه تسمى بمدينه، راه هي التهيئه الحضاريه، يعني الطرقان الديور المباني هذه هي التهيئه الحضاريه. اوكي. ودارت تصاميم التنطيق، يعني البلاصه كيفاش تستعمل، يعني الجغرافيا كيفاش تستعمل البلاصه اللي غيكونوا فيها الديور، البلاصه اللي غيكونوا فيها اللي غيكون فيها المارشي، البلاصه ديال الشارع، البلاصه كل بلاصه كتخص حاجه. هذا هو تصميم التنطيق. كيفاش تدخل اعداد التراب الوطني في المجال العمراني بالمدن؟ وجهات الاهتمام ديالها باش تحارب السكن العشوائي، وهذا الشيء شفناه في كازا
بزاف ديال المدن وسهلات الوثائق ديال التعمير زعما الا بغيتي تسكن ولا شي حاجه. هذا الشيء اللي دارت الدوله وسياسه اعداد التراب الوطني في المجال العمراني. اجي نشوفوا المجال السوسيو اقتصادي شنو وقع. الدوله صوبات فيها انشطه اقتصاديه كتعطي صالير وكتوفر فرص الشغل وكتشجع على الاستثمارات الخاصه زعما الناس اللي باغا دير مشروع ديالهم يعني ما يتدخل فيه حتى واحد وبلا دعم. وهذه من بين الحوايج اللي كتشجع الدوله انها دار. كذلك الدوله دارت دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطه يعني الشركات اللي الله بدات الشركات الصغرى الشركات المتوسطه اصحاب المحلات اصحاب القهاوي اصحاب الاسواق الصغيره. الدوله شجعت التعاونيات اللي باغا تلقى حلول للمشاكل الاجتماعيه في المجتمع. الدوله دارت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. الدوله دارت برنامج المدن بلا صفيح في 2004. هذا الشيء كله دارته الدوله في المجال السوسيو اقتصادي. اجي نشوفوا شنو دارت سياسه اعداد التراب الوطني. اعداد التراب الوطني دعم ديك التنافسيه ما بين المدن بالتجهيزات الجماعيه بحال الجرادي الاشجار الاسواق الملاهي. مادام مدينه كتنافس مع مدينه على هاد التجهيزات الجماعيه المدن كتقوى وكتولي قويه. اعداد التراب الوطني رد الاعتبار للصناعه التقليديه وحارب الاميه وحل المشكل ديال الاقصاء الاجتماعي طبقه احسن من طبقه. اوكي سالينا دابا شنو دارت الدوله واعداد التراب الوطني في المجال السوسيو اقتصادي. اجي ندوزو للمجال الاخير اللي هو المجال التجهيزي ونساليو من المدن. في المجال التجهيزي الدوله فتحت اوراش عموميه ورشه عموميه كتوفر تجهيزات للمدينه بحال الكراسه ديال الجرادي التجهيزات الرياضيه الى اخره. والدوله خلات شي خدمات عموميه لشركات اجنبيه مثلا بحال القناطر الاسواق الكبيره المباني الكبيره الى اخره. ودارت وسائل نقل جديده في المدن بحال التراموي اللي كنشوفوه بحال قطار البراق اللي دار في 2018 والقطارات السريعه. الدوله خلقات شي مساحات خضراء بحال الجرادي بحال الاشجار. هذا الشيء اللي دارت الدوله في المجال التجهيزي. دابا شفنا كيفاش تدخلت الدوله باش تعالج ازمه المدن. اجي نشوفوا كيفاش تدخلت الدوله باش تعالج ازمه الارياف. في الارياف تدخلت البرامج ديال التهيئه الريفيه وحتى هي تدخلت فيها سياسه اعداد التراب الوطني. هاد التدخلات بانت في ثلاثه المجالات في الارياف: المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، المجال التجهيزي. المجال الاقتصادي تطبق برنامج التنميه المندمجه للمجال الريفي يعني المشاكل ديال الارياف دار لهم واحد البرنامج ديال التنميه باش يتنموا. دار كذلك برنامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البوريه المناطق اللي كبرات المناطق اللي ما بقاش فيها صلاحات الزراعه داروا فيها واحد البرنامج باش يتحل هذا المشكل. ودار البرنامج الوطني لمكافحه التصحر. سالينا من المجال الاقتصادي اجي نشوفوا المجال الاجتماعي. في المجال الاجتماعي تطبق واحد البرنامج ديال الاولويات الاجتماعيه يعني دعم التمدرس والمحو الاميه بناء المستوصفات بناء المدارس بناء المستشفيات كاع الحوايج اللي كيخصوا المجتمع والمجال الاجتماعي بصفه عامه. كذلك حتى في الريف دارت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وهذه المبادره هي اللي كتلقى الحلول باش التنميه البشريه ترتفع في الارياف. هنا غنكونوا سالينا المجال الاجتماعي اجي ندخلوا في المجال التجهيزي المجال الاخير في هذه التدخلات اللي دارت الدوله في الارياف. المجال التجهيزي دار واحد البرنامج باش يزود يعني يعطي العالم القروي الماء الصالح للشرب وبرنامج كذلك حتى هو دار الكهرباء يعني الموضوع دار لهم برامج خاصه في المجال القروي في الارياف. في الريف دار البرنامج الوطني باش يقادوا البنيه التحتيه في الريف باش يقادوا الطرقان باش يقادوا البلايص اللي كيمشيو منهم الناس ويخرجوا بلانات التهيئه الريفيه يعني فين غيجيو الديور فين غيجيو الطرقان فين غيجي الشارع فين غيجي البلاصه منين يتقداو الناس يعني البلاصات المدروسه بالتدقيق. ودار هذا البرنامج كذلك باش يحد من الفوارق الجهويه والمجاليه يعني بلاصه احسن من بلاصه بلاصه مهمشه بزاف ما فيها لا سبيطارات لا منشآت لا والو في المغرب وبلاصه احسن منها فيها منشآت وسبيطارات وكل شيء موفر لها نو. هادشي دار هاد البرنامج باش يحد من هاد الفوارق.
ايوا سياسة إعداد التراب الوطني حتى هي تدخلات باش تنمي المجال الريفي، وركزت على بزاف ديال القضايا سوسيو اقتصادية. إعداد التراب الوطني عاقب اللي الريف راه متأخر اجتماعيا على المستوى ديال التمدروس، الصحة، تعزيز التجهيزات العمومية، وداك الشيء علاش حسن ظروف العيش، خلق فرص ديال الشغل، وطور الفلاحة، ونوع الأنشطة الاقتصادية باش الريف يتقدم اقتصاديا واجتماعيا. إعداد التراب الوطني غيدير تنمية للمناطق البورية اللي دوينا عليها، وغيقترح حلول اقتصادية فعالة باش يأثر الفلاحين ديال الريف، وغيشجع على الاستثمارات الخاصة والعامة. هادشي كله داروا إعداد التراب الوطني. إن العالم العربي فقير مائيا، العالم العربي اللي فيه مصر والجزائر والإمارات والسعودية والعراق وحتى المغرب، حتى احنا عنده مشكل قدو قد السخط في التربة واللي هو التصحر. دونك دابا عندنا جوج مشاكل، الماء والتصحر. نبداو بالماء وندوزو للتصحر نشوفو شناهو المشكل ديالو. الماء، العالم العربي اللي داخل فيه حتى حنا فقير مائيا. الماء كلها اللي عندنا في العالم العربي 82% شتا، اللي كتسمى باللغة العربية التساقطات. التساقطات كتسمعها في النشرة الجوية، وهاد 82 ديال التساقطات اللي هي الشتا كطيح قليلة في العام. 18% اللي بقات، 16% منها مياه سطحية ديال سطح الأرض بحال الوديان والمحيطات والأنهار، و 2% اللي بقات مياه جوفية اللي في الحجر والكهوف، دوك المياه اللي كتكون صالحة للشرب وكتكون في الحجر والكهوف. دابا شوف من الاخر 100% كلها قليلة، الماء ما كاينش يعني. ونزيدك هذا العالم العربي راه كيشكل 0.5% من النصيب ديال الماء اللي كاين في العالم كامل، وهذا الشيء سنويا. وماشي غير هذا الشيء، معدل الفرد العربي سنويا من الماء ما كيتعداش 1000 متر مكعب. ياه، هذا رقم ضعيف بزاف كيحشم. وهذا الشيء كيقول لنا بلي ان الفرد العربي فقير مائيا. وهذا المشكل بطبيعه الحال عنده اسباب. السبب اخي الافيوني هو ان العالم العربي عنده ظروف مناخيه بحال الزفت، تساقطات قليله والجفاف اغوغو. ونزيدك الانهار الكبيره بحال نهر النيل قلال في الوطن العربي ولا في العالم العربي كما كنقول. الانهار اللي فيها المياه العذبه ديك الحلوه ما كايناش بزاف في العالم العربي. وماشي غير هادشي، العالم العربي فيه دول المساحه ديالها صغيره بحال دول الخليج، الامارات مثلا. وهاد المشاكل كلها عندها ابعاد على العالم العربي، ابعاد بحال البعد الديموغرافي. السكان اخي الافيوني غاديين وكيتزادوا، مثال فيه نفس المقاربه تقريبا. الا كنتي انت واحد جوج صحابك تفارتو في واحد البيتزا وكليتوها، واش غيجيك نفس حقك الا كنتي انت و20 صحابك تفارتو في واحد البيتزا وكليتوها؟ الجواب اخي الافيوني لا. عدد السكان غادي وكيتزاد، دونك كاينه هاد العلاقه العكسيه، كل ما تزاد عدد السكان كل ما نقص معدل الفرد من الماء. وغير باش تكون في بالك، نسبه عدد السكان سنه 1950 كانت وضعيه الماء زوينه غزاله مزيانه وكخدامه، ولكن من 1950 ل 1990 ولات الوضعيه ديال الماء متوسطه. 1990 وضعيه الماء ولات متوسطه من قبل اللي كانت زوينه، ولكن حنا في الحقيقه راه في 2020 ده. منظرين كيقولوا في 2025 غيولي في العالم العربي خصاص مائي. او شيت، وهذا بعد من الابعاد. كاين البعد الاستراتيجي بحال المشكل ديال الوضوح اللي ما كاينش في الرسم ديال مصادر المياه. شنو هو هذا البلان؟ كاين واحد الازمات دوليه على الماء، مثلا بين مصر والسودان وإثيوبيا على مياه نهر النيل، أو بحال الأزمة ما بين العراق وسوريا وتركيا على مياه دجلة والفرات، جوج أنهار فيها مياه عذبة. نسبة السكان اللي تزادت أثرات في الوضعية ديال الماء. هاد الصراعات اللي كاينة خلات هذاك البعد استراتيجي ما يكونش مقاد 100%، لأن كاينة أزمات فهمتي ما بين دولة ودولة. ما يمكنلكش تقول أن إثيوبيا من العالم العربي، إثيوبيا ماشي من العالم العربي، مصر اللي من العالم العربي، ولكن بينها وبين إثيوبيا أزمة ديال الماء وماشي غير هاد البعد. كاين بعد اقتصادي نيري لما داخل حتى في الاقتصاد. كما كنعرفوا الفلاحة من ركائز الاقتصاد، كاين طلب على الماء من طرف الفلاحة، يعني كاين ضغط، يعني خاص ضروري الماء للفلاحة ولا ما غنعيشوش. ما غنعيشوش حنا هنايا. الفلاحة هي الماكلة، هي كسكسو بسبع خضاري. وماشي غير الفلاحة اللي داخلة في البعد الاقتصادي، حتى الاستهلاك المنزلي. واش حنا غير كنشربوا الماء؟ حنا راه مرات كندوشو ومرات وكذلك حتى الصناعة داخلة في البعد الاقتصادي، الصناعة حتى هي كتحتاج للماء. هذه كلها أبعاد الماء في العالم العربي.
وبطبيعة الحال حلول قليلة مقارنة مع المشاكل. المشكل ديال الماء خاصو يتحل لأنه مشكل كبير، ولكن من غير هذا المشكل كاين المشكل الحمق أكثر منه واللي هو التصحر، هو التدهور ديال الأراضي الزراعية اللي في العالم العربي. يعني هو في جميع الأراضي، ولكن العالم العربي هذا استثناء خاص فيه بزاف ديال التصحر. يعني الماكلة التصحر هو فاش كتولي الأرض خالية من المادة الحيوية بحال الصحراء القاحلة. وما لاش أصلا غيسميه التصحر، لأن كيرد الأرض من ديك الأرض اللي فيها المادة الحيوية لصحراء، أرض ما تقد توفر المتطلبات ديال الحياة. كاين عدة أسباب لها التصحر هذا، من بينهم أن الطبيعة ديال التغيرات المناخية حمقة في العالم العربي، والأرض كتشرف مع السنوات والجفاف. وحتى من ناحية ديال البشر، الإنسان ما كيعرفش يستغل التربة بطريقة معقلانة ومزيانة، حتى النباتات ما كيستغلهمش بطريقة مزيانة، وهذا الشيء ما كيخليهمش بجوج يعاودوا يتجددوا. ونزيدك الإنسان كيلوت، معلومة قديمة ولكن خاصك تعرفها باش تفهم علاش كاين هاد التصحر. ودابا وقت الصدمات، نصدمك مزيان. هاد التصحر كاين في 68 أو 69% من المساحة ديال الأراضي اللي في العالم العربي. ماشي غير هادشي، 20% من الأراضي اللي بقات مهددة بالتصحر. 20% اللي بقات ما مهددة بالتصحر ما والو. إفريقيا في خلال 50 سنة تحولت 650 ألف كيلومتر مربع ديال الأراضي ديالها ولات متصحرة. السودان سنويا كتولي الأراضي ديالها 100 كيلومتر فيها مصحرة، كتصحر لها 100 كيلومتر سنويا. كندويو على 100 كيلومتر صاحبي، كتولي أرض صحراء لا طعام ولا ماء، أرض قاحلة جرداء. دارت تدابير المكافحة التصحر، تدابير اللي دارت المكافحة ديال التصحر تدارت تدابير تقنية بحال أن رجعوا الدورة الزراعية. العالم العربي ولا كيدير الدورة الزراعية اللي كنت تكلمت فيها في واحد الفيديو اللي هو الأول في القناة. دابا تدارت مصدات باش تصد ديك هبوب الرياح اللي كتجي كتطير الأشجار وكتخربق الأرض. صدات تدارت واحد السياسة ديال التشجير، كيجيبوا أشجار بالجدر ديالها، كيغرسوا الأشجار بزاف باش يكون داك التوازن والتكافؤ في الطبيعة. هذه كلها تدابير تقنية، ولكن كاين تدابير اقتصادية وتدارت فيها إرشادات لاستغلال المراعي والأراضي الزراعية. يعني جيب المستثمرين، جيب الناس اللي عندهم فلوس يستغلوا هاد الأراضي الزراعية والمراعي، يستغلوها باش تبقى حية وتبقى تعطينا، ما تصحرش صح. وعلى هاد الشان تدارت استراتيجية وطنية للحد من التصحر. هاد التدابير تدارت فيها تنمية الاقتصاد المحلي، يعني الناس اللي عندك في بلادك يستغلوا دوك الأراضي الجافة، يستغلوها باش على وعسى تولي عند هذيك الادوار مفيدة للسكان ومفيدة لذاك المستثمر ومفيدة للمجتمع ككل العالم العربي. داكشي علاش تدارت هاد التدابير الاقتصادية، وهذه كلها تدابير اقتصادية، ولكن كاين تدابير اجتماعية واللي منها انها تدارت فيها اهتمامات بالتعليم ونشر الوعي في المناطق الجافة، ومنها نيت الفقراء يخدموها وما يبقاش الفقر. المهم تدارت مكافحة الجهل والأمية على التصحر. هذه كلها تدابير، ولكن كاين تدابير أخرى بحال أن الدول العربية كدير جهدها كامل وكتوحد باش يحلوا هاد المشاكل اللي كاينة، يعني المشاكل ديال التصحر وديال الماء. بناو مراكز سماوه مثلا واحد المركز من بينهم المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والقاحلة، والهدف ديال هاد المركز هذا الطويل في السمية بين الدراسة للمناطق الجافة انهم يشوفوا مثلا ياك ما يلقاو شي حلول لهاد الاراضي الجافه ويتجنبوا الاخطاء اللي وقعت فيها هاد الاراضي الجافه القاحله وما توقعش فيها اراضي اخرى. بحال دابا عندك واحد الارض قاحله وعرفتي درستيها شنو، ما غتحاول تتجنب دوك الاخطاء اللي وقعت فيها باش ما يوقع لكش عاوتاني التصحر الاراضي اخرى. اجي نعاود لكم على الاتحاد الاوروبي كيفاش بدا وشنو الفكره ديالو من الاول. الدول الأوروبية من بعد الحرب العالمية الثانية عاقت باللي خاصها تصاحب مع بعضياتها. إلا بغات تبقى العظمة ديالها في العالم ضروري أنها تصاحب مع بعضياتها. الحرب كتدمر لها الاقتصاد ديالها وكتدمرها، فكما شفنا من قبل النتائج ديال الحرب العالمية الثانية كانت خسائر على القارة الأوروبية. ألمانيا تقسمت على 4 وواجهت بزاف ديال الخسائر بشريه واقتصاديه، كذلك فرنسا الاقتصاد ديالها طاح، بريطانيا حتى هي الاقتصاد ديالها طاح.
حتى من الدول اللي ربحت الحرب، فرنسا، بريطانيا وحتى روسيا، لقات راسها باللي لقات واحد النتائج كارثية من بعد الحرب. دونك كما قلنا، الدول الأوروبية شافت راسها فين ما دخلت في شي حرب عالمية، واخا تكون رابحة الحرب كتكون خاسرة بزاف، الخسائر ديالها الاقتصادية والبشرية كتكون كبيرة. فهاد الفكرة ديال الاتحاد الأوروبي ريحتها بدأت تبان في الخمسينات. مثلا في سنة 1958 غيسيني معاهدة روما، غيكون واحد الاتحاد اقتصادي ما بين الدول الأوروبية. فسينا معاهدة روما على أساس يأسسوا واحد السوق وسموها بالسوق المشتركة الأوروبية. كانت هذه هي الشرارة الأولى أو اللبنة ديال تأسيس الاتحاد الأوروبي. طبيعة الحال الاتحاد الأوروبي أول مرة بدأ بالاتحاد الاقتصادي ما بين الدول، ومن بعد مرور واحد شوية الوقت ولات حتى السياسة داخلة في هذا الاتحاد، يعني ولات سياسة على الدول الأعضاء اللي كاينين في الاتحاد. أول سؤال، شنهما المظاهر ديال هاد الاندماج اللي كاين في الاتحاد الأوروبي؟ صاحب ديال الدول الأوروبية كيبان في بزاف ديال المجالات. فمثلا في المجال النقدي، كما كنعرفوا باللي الاتحاد الأوروبي غادي على واحد العملة اللي سميتها الأورو. الأورو اللي هي واحد العملة كتنافس الدولار الأمريكي بواحد الشكل باين. مي واخا هكاك، دول الأعضاء اللي في الاتحاد ماشي كلها واخد العملة كأورو، فغير 17 دولة من أصل 27 اللي غادية بالأورو كتعامل به في العالم. فالبلان بدأ من 2002 فاش الاتحاد الأوروبي غيخرج العملة ديال الأورو، ومنها نيتي تزاد الاتحاد ما بين الدول تعنق بعضياتها والتباوس مع بعضياتها، ومنها ينافس داك ولد اللدينة ديال الدولار الامريكي اللي جا من اللورو دار خبلف في العالم. فالمظاهر ديال هاد الاندماج غتبان حتى في المجال الفلاحي. فمثلا في 1962 داروا سياسة فلاحية مشتركة باش يقادوا بها الانتاج الفلاحي ديال بلدانهم. الدول الأوروبية كلات شوية ديال العصا من بعد الحرب، الانتاج الفلاحي هبط شوية، دونك شافوا باللي خاص يديروا هاد السياسة باش يرفعوا من الانتاج الفلاحي. والاتحاد الأوروبي فكر في الفلاح الأوروبي مزيان ودار ليه مستوى عيش لائق، لأن بلا فلاح إلا ما ضمنتيش للفلاح حياة زوينة وداكشي زوين ما يعطيكش انتاج زوين، دونك الا مشى الفلاح ما كاينش الانتاج. وهذه مساله عاديه، بحال دابا انا الا مشيت راه ما كايناش شي حاجه سميتها اليوتيوب باش تعرف، انا راه هو اليوتيوب. المهم من غير السياسه اللي داروا والفلاح اللي فكروا فيه، اكدوا بشكل كبير على التموين الغذائي. التموين الغذائي يكون باسعار زوينه، يعني اي مواطن اوروبي يمكن ليه ياكل، غني ولا فقير. وهذه التدابير بان الاكل ديالها وستو بها العجز الغذائي. داكشي علاش حنايا عزيز علينا اوروبا، تيقولوا فيها داكشي زوين، عيش زوين، تتاكل تدير، يعني ما كاينش الفقر ما كاينش هادي. فوفروا داك الفائض وبداو يصدروه، تضاعفات المردوديه ديال الانتاج الفلاحي. في اخر المطاف الدول كلات الحلوى بهذه الطريقه هذه وبهذا الاتحاد. فكنتمنى لعل وعسى نديرو حتى حنا شي اتحاد بحال هكا اللي يكون واقف على الصح ويهز بينا وما نبقاوش هكذا. المهم نكملوا. المظاهر ديال الاندماج ما بانتش غير في الفلاحه والمجال النقدي، بانت حتى في المجال الصناعي، في الصناعه. فناطل لهم المانيا وانجلترا وفرنسا واسبانيا صنعوا واحد الطياره سميتها الايرباص، وهذه من احسن الطياير اللي كاينين في العالم دابا. فالشركة ديال الطياير الأوروبية تعاونات مع بعضها باش تصنع هاد الطائرة، والهدف ديال هاد الطياير هادو كان أنهم يتحداو الطيارة الأمريكية اللي سميتها بوينغ. وفعلا طيارة الإيرباص اللي الصنع ديالها أوروبي قح تفوقت على الطيارة ديال بوينغ الأمريكية، ومازال دابا نايض ما بيناتهم واحد البيف ليومنا هذا. مازال كل جهة كتزيد تطور الطياير ديالها. كاين مظهر اخر واللي هو المظهر الاجتماعي. فالاتحاد ضمن المجتمع الاوروبي امتيازات زوينه، بحال مثلا في سنه 1962 اللي دوينا عليها غيسينيو على واحد المعاهده سميتها معاهده شينغن. هاد المعاهده هذه كتعطي الحريه ديال التنقل في الدول ديال الاتحاد الاوروبي.
ولكن غير 9 ديال الدول. فانت مثلا كون كنتي في شي دولة داخلة في الاتحاد الاوروبي من هاد 9 الدول اللي سيناو على معاهدة شينغن، يمكن لك تشرب قهوة في باريس، العشية سير دير لك سبور في ميونيخ، وفي الليل هبط لإيطاليا وكوموندي شي بيتزا وبالصحة والراحة. فهاد المعاهدة ديال شينغن زادت داك التلاحم ما بين الدول، ومن غير حرية التنقل اللي دارتها معاهدة شينغن، فالاتحاد الأوروبي دار برامج اللي تخلي الدول ديما معانقة بعضياتها، برامج اللي تخلي الدول ديما تدخل في شراكات عابرة للحدود. ففي 2004 غيخرج الدستور الأوروبي الموحد، اللي قرأ الدستور غيلقاه أنه كيدوي على المواطن الأوروبي وكأنه كيدوي على شي ملاك، كيأكد على الضمان ديال الحقوق ديالو، كيأكد على الحرية ديالو، كيأكد على بزاف ديال الحوايج خص يستافد منهم المواطن الأوروبي عن غيره في القارات الأخرى. فبشكل أكبر من الوجهيات الأخرى ركز عليها هذا الدستور الأوروبي. دونك كما شتي، لا نقديا لا فلاحيا لا صناعيا لا اجتماعيا، الأوروبي كمواطن 16-0 نفع بزاف هذا الاتحاد الأوروبي. ولكن تقدر تسول شنو اللي خلى هذا الاندماج يكون بهذا الشكل هذا، وهنا غندخلو نجاوبو على العوامل والمقومات ديال الاندماج، فهي اللي غتشرح لنا ديك شنو اللي خلى الدول الأوروبية تكون مندمجة بهذا الشكل. أولا العامل ديال الجغرافية، فهاد الدول هادو ديال الاتحاد الأوروبي راه كلهم كينتميو لقارة وحدة اللي هي القارة الأوروبية. فهاد الانتماء ديال الدول الأوروبية القارة وحدة خلى داك الاندماج ما بيناتهم يتعزز، يزيد يتعزز، لأن الدول قريبة من بعضياتها فعندها المؤهلات اللي تخليها تدير اتحاد مع بعضياتها. داكشي هو هذاك. من غير العامل ديال الجغرافية كاين العامل ديال التاريخ، ولينا دابا كنقراو العامل ديال التاريخ والجغرافية في التاريخ والجغرافية، فهمت؟ فالعامل ديال التاريخ هو أن هاد الدول الأوروبية دوزات حربين عالميتين، فمن بعدهم عقت باللي هاد الحروب غادي غير تدمرها كما قلت في الأول. دونك قالت اجي نديرو اتحاد واجي نعيشو الحياة مع بعضياتنا، انا راني كنبغيك، مطلبي الكل ونعطيها لك. العامل الثالث هو العامل السياسي. دول الاتحاد الاوروبي كلها عندها تقريبا نفس النظام السياسي، وهو النظام الديمقراطي، وهذا حتى هو خلى الاندماج ديالها يوقع، زيادة انها كلها مطبقة احترام حقوق الانسان والحريات، ماشي بحال شي بعضين. العامل الرابع هو العامل الاقتصادي. الاقتصاد اللي الله يفكو حيله في هذه الفترة هذه، قريب يولد لنا واحد الأزمة عالمية اقتصادية. ما علينا، دول الاتحاد الأوروبي كلها دايرة في الاقتصاد النظام الرأسمالي الليبرالي، اقتصاد السوق اللي معروف باقتصاد السوق، وهذا عزز لهم داك الاندماج ديالهم. ما شاء الله، يعني كلها مؤهلات من الفوق حتى لتحت، ناقصة غير شي راجل بحالي انا. دونك العامل الخامس هو العامل التنظيمي، هو باش نساليو، كاين بزاف ديال العوامل ولكن هادو عوامل كافيين لكم نتوما. العامل الخامس هو العامل التنظيمي. لوجيستيكيا الاتحاد داير خدمته صوب اجهزه اللي تفرق على كل مجال شنو وقع فيه وشنو خاص يدار فيه، بحال مثلا داروا البرلمان الاوروبي، داروا البنك الاوروبي، داروا محكمة العدل الأوروبية، داروا المجلس الأوروبي، وزيد وزيد. باقي عامل آخر اللي هو العامل البشري، وهذا ما كرهتوش يكون عندنا حنايا. عدد السكان في الاتحاد الأوروبي أو في دول الاتحاد كبير ومرتفع، عندهم أمد الحياة، الناس كيعيشوا بزاف، وهذا كيفسر علاش أوروبا ولات بؤرة ديال الفيروس، حيت فيها نسبة كبيرة ديال الناس اللي كبار في السن مساكن. كنتمنى يتحسن الوضع في جميع الدول. هاد نسبة السكان مثقفة ونشيطة، مهتمين بالقراءة للكتب والكتابة والفنون وكاع داكشي الزوين اللي يجيك على بالك. دونك الاتحاد زادت عنده المؤهلات، اليد العاملة موجودة، وهاد اليد العاملة ماشي غير يد عاملة وصافي، بل يد عاملة مثقفة، زائد ان اوروبا عندها واحد السوق استهلاكية كبيرة والناس عندها القدرة الشرائية. للإشارة كاين بزاف العوامل غير هادو كما قلت لك، راهم كافيين لك. دونك واخا باش تبان لك الصورة مزيان، هاد الاندماج اللي شفتي
عنده حدود وعارفك باغي تعرف الحدود. هاد الحدود بحال ان العمله ديال الاورو ماشي كل الدول ديال الاتحاد خدامه بها. هادشي قلت لك ما نعاودو باش نعرفو شنو هما الحدود. بحال السويد عندها واحد العمله سميتها الكرونه السويديه ماشي كورونا، والدنمارك حتى هي عندها عمله الكرونه الدنماركيه كرونا، وحتى نقولوا ماشي عمله اخرى كرونا في كورونا. دونك كاين حدود اخرى بحال التباين اللي كاين في الدول، كاين الدول المهيمنه اللي عندها الدخل الفردي مرتفع، وكاين الدول المندمجه اللي عندها الدخل الفردي متوسط، والدول اللي في طور الاندماج وهذه عندها دخل فردي منخفض مقارنه مع الدول الاوروبيه الاخرى. فكاين حد اخر بحال ان كاين دول اللي ما انضمتش للاتحاد الاوروبي بالرغم انها كاينه في القاره الاوروبيه، دول بحال سويسرا، بلاد الشوكولات، بلاد التيتيز النورفيج، بلاد البرد ايزلندا، وزيد وزيد. فكاين حد اخر اللي هو الاتفاقيه ديال شينغن، ديك اللي دوينا عليها قبيله. ديك الاتفاقيه كتخليك يعني انك تسارى كما بغيتي في الدول اللي كاينين في الاتحاد دول الاعضاء، ولكن كتقتصر غير على 9 ديال الدول من اصل 27 دوله. ودابا اخر حاجه اللي هي الخروج ديال بريطانيا، واللي هو حد من الحدود ديال الاندماج. فما لقاو ما يدار قال لك اجي نخرجوا من الاتحاد. قلت العقل لا، راه ولي انا الاتحاد ندخل ليها صاحبي عمرني ما نخرج. ميري كانت دولة اللي ما تزعزعش الاقتصاد ديالها سواء في الحرب العالمية الأولى ولا الحرب العالمية الثانية. ميري كان وخا فيها تعدد الأعراق بقات صامدة. هتلر في يماتو كان قال لهم باللي ميري كان ما غتبقاش على المدى البعيد. كانوا سولوا على الرأي ديالو في ميري كان وقال لهم ما غتبقاش على المدى البعيد حيت ميري كان ما فيهاش ناس من عرق واحد، يعني كانت مخلطة ناس من مختلف البلدان كانوا كيهاجروا لها، وكانت ميري كان مخلطة بالأجناس. وهاد القضية خلت هتلر يشوف باللي ميريكان دولة ما غتطولش بزاف، ولكن العكس هو اللي وقع. ميريكان قدرت تولي أقوى دولة في العالم واخا التعدد ديال الأجناس والثقافات. الحاجة اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس على ميريكان هي أنها كانت مستعمرة من الإسبان ومن الإنجليز. انجلزا استعمروا ميريكان، استعمروا أولا ولاية فيرجينيا وبدأوا غادين وهما تزيدوا في الاستعمار ديالهم في ميريكان. ميريكان فاش كانت مستعمرة لانجلزا البريطانيين، بريطانيا أسست واحد المستعمرات أخرين بحال نيويورك، راه الأصل ديالها بناء بريطاني. داكشي علاش سكان ميريكان كان الخليط ديالهم إنجليز وأوروبيين. فكيف ما أنت كتشوف الجزائر خدات اللغة الفرنسية من فرنسا، فميريكان صاحبي راه خدات اللغة الإنجليزية من بريطانيا من عند انجلزا. فما تعجبش في سنة 1791 ميريكان غادي تاخد الاستقلال ديالها وتولي عندها جمهورية، عندها حكومة واحدة، يعني حكومة واحدة ديال الدولة كاملة. من بعد ميريكان ما خدات الاستقلال ديالها بدات ترجع الجمهوريات ديالها بحال جمهورية تكساس، جمهورية هاواي. ميريكان من بعد الاستقلال ديالها كذلك ترجع شي أراضي من فرنسا كانت اداتهم ليها فرنسا، شي اراضي من اسبانيا من بريطانيا والمكسيك وحتى روسيا. ناض واحد الصداع في ميريكان براسها ما بين المنطقه ديال الجنوب والشمال، وهذا الشيء غيخلي تنوض واحد الحرب اهليه امريكيه. هذه الحرب هذه ناضت في 1861 وتقسمت البلاد وما بقاش القانون كيتطبق في ميريكان. غادي تجي سنة 1870 وغيولي الاقتصاد ديال ميريكان هو أقوى اقتصاد في العالم. غتبان القوة العسكرية ديالها في الحرب ديالها مع إسبانيا، ومن اللي غتجي الحرب العالمية الأولى في 1914 غتبان القوة العسكرية ديال ميريكان. في 1945 خرجت ميريكان كأول دولة عندها أسلحة نووية مدمرة. كاع الحروب اللي دارت في العالم كان لها واحد التأثير كبير باش تولي ميريكان كقوة عظمى في العالم. فهكا ولات ميريكان هي قوة اقتصادية وسياسية وثقافية عالميا. نسبة البطالة في ميريكان هي 6.7%. واو، ميريكان هي ثالث دولة من ناحية عدد السكان. ميريكان هي الأولى اقتصاديا وسياسيا في العالم. من مورا هاد الدرس هذا غنقراو الصين. فإذا كان العالم بحال شي تيران، فرونالدو هو ميريكان وميسي هو الصين.
ميسي تعرف يراوغ ويماركي، ورونالدو تعرف غير ماركي. اجي دابا ندخلوا للدرس ديالنا واللي هو الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية. غير خصنا نعرفوا مظاهر القوة الاقتصادية ديال الميريكان، زعما فين بانت هاد القوة هادي في المجال ديال الاقتصاد. غنشوفوا العوامل ديال القوة الاقتصادية، زعما شنو اللي خلاها تكون قوة اقتصادية، وغنشوفوا المشاكل والتحديات اللي كتواجهها الميريكان. ملي كنقولوا المشاكل راه كنقصدوا بها حتى التحديات، زعما الحوايج اللي غيخص الميريكان واللي خاص الميريكان تلقى ليهم حلول باش تحلهم. اوكي دابا نبداو، غنبداو بمظاهر القوة الاقتصادية ديال الميريكان. هاد المظاهر هادي كتبان في ان ميريكان، ملي كنقول ميريكان كنقصد الولايات المتحدة الأمريكية. فهاد المظاهر هادي كتبان في ان ميريكان الحجم ديال الانتاج الفلاحي ديالها كبير ومتنوع، الفواكه والخضار متنوعة والخير موجود بزاف ديال الخضار والفواكه. ميريكان محتلة به يعني مراتب متقدمة، يعني هي الاولى في بزاف ديال الفواكه والخضار. وميريكان كتعطي حصة كبيرة للانتاج العالمي، كتعطي في الصناعة في الفلاحة في بزاف ديال الحوايج. هادشي واخا كتعطيه ميريكان للعالم، يعني كتساهم في حصة كبيرة ديال الانتاج العالمي، كيبقى ليها الخير في بلادها. الانتاج الفلاحي ديال الفلاحة منتشر في بزاف ديال المناطق مختلفة في ميريكان، الناس خدامة وكتأطاكي. وهادشي ماشي غير في الفلاحة، بل حتى في الصناعة. حتى الصناعة في ميريكان كاينة في مناطق مختلفة ديالها، كاينة الصناعات القديمة اللي كاينة في الشمال، الصناعات القديمة ديال ميريكان، وكاينة الصناعات الجديدة والحديثة اللي كاينة في الشرق ديال ميريكان. هاد الصناعات بحال الصناعة التكنولوجية، الصناعات الدقيقة ديال الشمس، المواد المصنعة اللي كيحتاجها العالم، المواد اللي ماشي طبيعية كتصدرها ميريكان بزاف. هاد الناحية ديال المواد المصنعة مهيمنة على الشيء الآخر، مهيمنة على داكشي اللي كتصدروا ميريكان من ناحية ديال التصدير. زائد على هاد الشيء ميريكان هي الأولى عالميا من ناحية التجارة العالمية، مرتفعة عندها القيمة ديال المبادلات التجارية، وعندها بزاف ديال الشركاء التجاريين. هادو هما المظاهر ديال القوة الاقتصادية ديال ميريكان. أجي نشوفو دابا العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية. من ناحية العوامل اللي خلات ميريكان تولي قوة اقتصادية بهذا الشكل، كاين بزاف ديال العوامل، ولكن انت خصك تحفظ غير خمسة ديال العوامل بحال شي أركان. كاين العامل الطبيعي جغرافي، يعني متعلق بالطبيعة والجغرافية ديال ميريكان، العامل البشري، العامل العلمي والتقني، العامل التاريخي يعني التاريخ، والعامل التنظيمي النظام وداكش. ايوا جي نشوفو وندخلو طول عرض في هاد العوامل ونشوفو شنو كيعنيو هاد العوامل اللي كيفسرو لنا كيفاش ميريكان ولات قوة اقتصادية عظمى. العامل الاول اللي غنبداو به هو العامل الطبيعي الجغرافي، يعني الطبيعة والجغرافية. حيتاش ميريكان عندها شساعة المساحة، مساحتها كبيرة. ميريكان عندها 9,600,000 كيلومتر مربع، هذه المساحة ديالها. والمناخ ديالها زويون، المناخ ديال ميريكان زوين بزاف ومعروف بالرطوبة، وكيعاونها بزاف في الفلاحة. ميريكان مخلية بطبيعة الحال مساحة مهمة للزراعة، وواحد المساحة مزروعة ودايرين لها حساب بطبيعة الحال. زيادة على هذا الشيء عندها كثافة في الشبكة المائية، يعني ديال الماء، الماء موجود، الماء كاين بزاف. عندها المورد ديال الطاقة والمعادن كبير ومتنوع، عندها إطلالة على واجهتين بحريتين، واحد الموقع ديال ميريكان موقع استراتيجي واعر بحال المغرب. شفتوا العامل الطبيعي الجغرافي كي داير. اوكي دابا ندوزو للعامل الثاني اللي هو العامل البشري. عدد السكان ديال ميريكان خلاها تكون هي الدولة الثالثة في الترتيب العالمي من ناحية عدد السكان. ميريكان عندها 307 الملايين ديال الخلق، 307 المليون إنسان، وكلهم قاريين ونشيطين ومؤهلين باش يخدموا البلاد. ميريكان عندها سوق اقتصادية كبيرة وشاسعة، وعندها بطبيعة الحال كتبيع داكشي غالي، يعني ذات قدرة شرائية مرتفعة. العامل الثالث اللي غندويو عليه دابا هو العامل التقني علمي، ولا العلمي تقني مهم.
العامل التقني علمي، ميريكان كتعاونها الماكينة في المراحل ديال الإنتاج. ميريكان كتستعمل الآلة بزاف في المراحل ديال الإنتاج. ميريكان كتدمج البحث العلمي في الفلاحة والصناعة ديالها. ميريكان كتستعمل المبيدات والأسمدة الكيماوية بواحد الكثرة، وهاد المبيدات والأسمدة الكيماوية راه كتعاونها في الفلاحة بطبيعة الحال. العامل الرابع اللي غندويو عليه دابا هو العامل التاريخي. في الحرب العالمية الثانية كيف ما كنعرفوا، ميريكان استفدت من الانهيار الاقتصادي. كانت الدول الأوروبية منهارة اقتصاديا بحال فرنسا، بريطانيا، روسيا، وحتى ألمانيا في البداية ديال الحرب إلى آخر. مهم، ميريكان رفعت الإنتاج الصناعي ديالها باش تعاون الدول المتحاربة، الدول الأوروبية اللي كتحارب ما بيناتها، ومن جهة أخرى عوضت داك الشيء اللي خسراته في الأسواق العالمية. واحد القالب استفدت منه ميريكان بالبيان في الحرب العالمية الثانية. قدرت أنها تراوغهم، يعني تستغل ديك الحالة اللي هما فيها، داك الانهيار الاقتصادي، ولعبت بالبيان في هاد العباد. ميريكان من ديما كانت كدير هاد القالب. كانت إلا كانت شي حرب هي كتعاون شي دول، تتعاونهم مثلا في المؤونة، كتعاونهم في الفلوس، كتعطيهم فلوس، كتعاونهم في داك العتاد ديال الأسلحة، وهكا كتقوي الاقتصاد ديالها. يعني كانت كتراوغهم واحد القالب في شكل. وهتلر ما كانش عارف هاد القضية هادي، يعني كان هو في باله باللي اليهود هما اللي دايرين هاد المشكل، داكشي علاش كان كيحاربهم بزاف. ولكن ميريكان راه كانت من جهة كتخلق مشكل، كتخلق لي كتعطيهم الدواء، كتعطيهم داكشي اللي غيخصهم، وكتستافد منهم بالبيامور الحرب، واستفدت منهم اقتصاديا وعوضات داكشي في الأسواق العالمية. ندوزو دابا للعامل الأخير واللي هو العامل ديال التنظيم، العامل التنظيمي. ميريكان دارت الأكرو بيزنس. هاد الأكرو بيزنس كتدمج فيه الفلاحة مع الصناعة، كيندمجوا فيه بجوج، وحتى التجارة والخدمات من جهة، يعني واحد القلة قليلة. هاد الشيء في المراحل ديال الإنتاج والاستهلاك كتولي كاينة واحد العلاقة ما بين الصناعة والفلاحة، هادي كتكمل هادي وهادي كتكمل هادي. مثلا المجال الفلاحي إلى جا كتير الإنتاج كيعاونوا بفلوسه ولا بداك الشيء اللي كيخرج المجال الصناعي، وهكا كيكون واحد التوازن ما بين التجارة والصناعة والفلاحة. ميريكان معتمدة النظام ديال السوق، النظام الرأسمالي الليبرالي، وركزت على الرأسمال اللي خلى الشركات الكبيرة واحد الشركات عملاقة كبار تولي متعددة الجنسية. هاد متعددة الجنسية يعني ممكن تلقاها في بزاف ديال الدول، بحال ماكدونالد ممكن تلقاها في المغرب، تلقاها في بزاف ديال الدول واخا فقيرة ولا ما عندهاش، المهم كتلقاها هي متعددة الجنسية، كتلقاها في بزاف ديال الدول. هادو هما العوامل كلها. اجي نساليو دابا ونديرو بوان فينال لهاد الدرس هذا بالمشاكل والتحديات ديال ميريكان. بالنسبة للمشاكل الطبيعية والبيئية، كاينة في ان البيئة ديال ميريكان ملوتة حيت كتار فيها المصانع، يعني المصانع كاينين فيها بزاف، تخاخن المواد اللي كتلوت البيئة كتكون، وحيت كاين استغلال مفرط للمواد الطبيعية، يعني واحد الزيادة على هذا الشيء ان التلوث ديال الماء وتلوث التربة كان وقع بسبب الاستعمال المفرط والأسمدة الكيماوية. وفاتلنا قلنا في العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية ميريكان ان من العوامل العلمية والتقنية، ميريكان كتستعمل بزاف ديال المبيدات، يعني المبيدات الكيماوية، وهذا هو اللي خلى الماء والتربة ديال ميريكان يعني تلوث، وعلينا جزء من ميريكان ماشي كلها. المشاكل ديال ميريكان البشرية، يعني راه كاينين مشاكل بشرية. المشاكل اللي كاينة هي ان الفقر والبطالة كاين في ميريكان، راه واخا تشوفها بحال هكا كاين واحد النسبة صغيرة ديال 6.7% اللي مهمشة فيها، عندها البطالة وفيها الفقر، ولكن كاينة بالخصوص عند دوك الأقلية الملونة، يعني تتسمى بالأقلية الملونة بحال اللي لونهم اسمر، يعني دوك تسميوهم وتعايروهم بعنصرية دنيغاز نيغا.
مع كامل احتراماتي، هذا واحد المشكل اللي من المشاكل البشرية اللي ما خصوش يكون، هو ما يكونش الفرق ما بين هذا وهذا. كلنا كتجمع ما بيناتنا الإنسانية، وميريكان كتعاني من هذا المشكل. المشاكل الاقتصادية وهادو اللي كيضحكوني أنا بزاف، كاين منهم اللي تضحكني، بحال دابا أن ميريكان عندها المشكل الاقتصادي ديالها هو أنها عندها فائض في الإنتاج يعني فائض في الإنتاج الفلاحي والصناعي، عندهم الخير شايط وهذا هو المشكل ديالهم. مهم، والمشكل ديال الصعوبة ديال التسويق هاد الفائض الإنتاج، حيت بزاف ديال الدول محققين الاكتفاء الذاتي وما باغينش شي فائض ولا باغين شي إنتاج فلاحي ولا صناعي، دونك ميريكان تتلقى هاد المشكل. بالنسبة للمشكل الثاني، ولا أن أمريكان عندها مشكل في حدة التنافسية الخارجية بحال الاتحاد الأوروبي وبحال الصين. بحال دابا أمريكان هي البيج، وكاين واحد ديزيدروس وحليوة إلى آخره. مهم، كاين واحد التنافسية ما بين الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكان وبزاف ديال الدول. المشكل الآخر هو أن التكلفة ديال الإنتاج غدا وتترتفع، والقدرة ديال التنافسية في الأسواق العالمية تراجعت. هذا كيعني أن ميريكان بسبب هذا الارتفاع ديال التكلفة ديال الإنتاج، يعني داكشي اللي كيصاوبو كيكون غالي، الإنتاج ديالهم كيغليو في الثمن ديالو، وبسبب أن قليلة فيه التنافسية ما كاينش اللي كينافسهم فيه، هما اللي كيصاوبوه، كيخلي ميريكان ما تبيعش، يعني قد داكشي اللي باغا تبيعو ما كتقدش تبيعو هي، يعني حيت ما كاينش شي واحد غيشري شي حاجه اللي غاليه بزاف وما عليهاش واحد التنافسيه ما بغيناهاش الاخرين، يعني القله القليله اللي كتشريها، وكل حاجه كتكون غاليه راه قليل اللي كيكون كيشريها. هذا الشيء غيخلي وغيزيد مشكل اخر للميريكان، واللي هو العجز ديال الميزان التجاري. هذا العجز هذا غادي وكيتزاد بسبب هذا المشكل، يعني التجاره ما كتبقاش خدامه إلا كان هذا المشكل. هذا مشكل آخر، واللي هو أن الإنتاج المعدني والطاقي واخا أمريكان عندها، ولكن بالنسبة لها ما كافيش، يعني واخا راه كاينة الطاقة وكاينين المعادن، واخا هكاك ما كافيش داكشي الميريكان، داكشي اللي كتنتجو هي ما كافيش ليها. مشكل آخر ديال أن أمريكان كيف ما احنا عارفين عليها أنها عندها أقوى جيش في العالم، هذا الجيش هذا راه كتخصو واحد النفقة، وهاد النفقة تقيلة على أمريكان، يعني كاين واحد الثقل ديال النفقة للجيش ديال أمريكان اللي هو أقوى جيش في العالم ديالنا اليوم. زائد مشكل آخر اللي هو أن الدولار نقصت القيمة ديالو، يعني راه كنعرفو حنايا أن الأورو راه مرتفع على الدولار بواحد شوية ونقصت القيمة ديالو مع الوقت. أمريكان عندها مشكل آخر أنها صعيب عليها تسوق الإنتاج كيف ما قلنا في الأسواق العالمية، حيت هي كتبيع داكشي غالي. أجي نهضر شوية على الصين. الصين هي أول دولة من حيث عدد السكان، فالصين فيها 1.3 مليار نسمة. الغريب اللي كنلقاه في هذا العدد هذا هو أن كل شيء منظم، فمن المحتمل أنه دولة فيها 1.3 مليار غيكونوا فيها صراعات كبيرة في الداخل ديالها، ولكن شناوة قالوا لا. شناوة الصين بالتنمية البشرية المجهدة ديالها وبالذكاء ديال السكان ديالها، عاقوا بالليلة تجمعوا وداروا يد في يد غادي تولي بلادهم من أفضل ما كاين، وفعلا هاد الشي اللي وقع. داك الشي علاش في الصين دابا كتشوف أن أول حاجة كتقرى عندهم هي الأخلاق. الغريب في الأمر كذلك أن الصين دولة شيوعية، وحكمها الحزب الشيوعي الصيني في واحد النظام واحد، يعني نظام على الدولة كاملة. الصين بزاف ديال المناطق فيها ولات ذاتيات الحكم بحال ماكاو وهونغ كونغ المعروفة، والعاصمة ديال الصين هي بكين. المساحة ديال الصين هي 9,600,000 كيلومتر مربع، وهذه المساحة خلاتها تكون ثالث دولة في العالم من ناحية المساحة الكبيرة ديال الأرض ديالها. الحضارة الصينية كتعتبر من أقدم الحضارات في العالم، 6,000 سنة وهي ملكية، ودازوا فيها بزاف ديال السلالات، من بينهم السلالة ديال شيا والسلالة ديال تشينغ. هاد تشينغ هادي تكون سمعتيها بزاف، غتجي 1911 3 سنين قبل الحرب العالمية الأولى، وغيساليو هاد النظام الملكي ديال السلالات.
في البداية ديال القرن العشرين الصين طاحت من الداخل، تهلكات بالحروب الأهلية والتفككات. الصين تقسمت لجوج، جوج معسكرات، واحد فيه الحزب الشيوعي وواحد فيه الكومينتانغ. وبما أن الصين شيوعية دابا أتكونوا عرفتوا الحزب اللي غلب. المهم في 1949 غيساليو هاد الأعمال ديال العنف، الحزب الشيوعي غيغلب الكومينتانغ والصين غتولي جمهورية. الحرب الأهلية سالات لصالح الحزب الشيوعي والكومينتانغ غيولي شاد دولة أخرى اللي هي تايوان. الاقتصاد ديال الصين دابا هو تاني أكبر اقتصاد في العالم من بعد ميريكان، وكاين نظريات كتقول باللي الصين تقد تكون قوة عظمى الأولى في العالم من هنا للقدام. هاد الشي بطبيعة الحال إلا طاحت ميريكان ولا تزعزع الاقتصاد ديال ميريكان، وهاد الشي ماشي شي احتمال صحيح وشي احتمال واقف على الصح، يعني ماشي شي حاجة حتمية غير شي حاجة محتملة. أوكي دابا غنبداو الدرس. هاد الدرس هذا وجه لينا التركيز للقارة الأسيوية، ودابا غنبداو الدرس ديالنا اللي هو الصين. كيف ما قلنا كاين تشابه ما بين الصين وميريكان في هاد الدروس هادو بجوج. دونك الحواج اللي غيخصنا نعرفو على الصين هما مظاهر القوة ديال الصين الاقتصادية، يعني مظاهر القوة الاقتصادية ديال الصين. غيخصنا نعرفو العوامل المفسرة لهاد القوة الاقتصادية ديال الصين، وغيخصنا نشوفو المشاكل والتحديات ديال الصين الاقتصادية. وملي كنقولو المشاكل راه كنقصدو هنا حتى التحديات، يعني المشاكل هما التحديات. بيان غنبداو بالمظاهر ديال القوة الاقتصادية بالصين. القوة الاقتصادية بانت في أن الصين عندها إنتاج فلاحي كبير ومتنوع، والإنتاج الصناعي حتى هو كبير ومتنوع، وهاد المجالات بجوج كيتطوروا بالزربة في الصين. الفلاحة والصناعة كتطور بالزربة. الصين محتلة مراتب متقدمة عالميا في بزاف ديال المنتجات اللي كتصنع، والصين حتى هي كتساهم بشكل كبير في الإنتاج العالمي. القوة الاقتصادية بنت كذلك في أن الصين عندها المناطق الصناعية متعددة. الصناعات موجودة في الشرق ديال الصين وباينة فيه مزيان، ومن 2003 والصين كتحقق 7% من قيمة الإنتاج الصناعي العالمي كل سنة، وهي الرابعة عالميا في هذا المجال من بعد بطبيعة الحال الأمريكان واليابان وألمانيا. الصين بحال الميريكان، المواد المصنعة مهيمنة على البنية ديال التجارة الخارجية، يعني كتصدر بزاف ديال المواد المصنعة. المبادلات التجارية ديالها مع الدول كتيرة، الصين مسخنة كتافها وغادا وكدير علاقات مع الدول ديال العالم. مظهر آخر اللي كيبان هو أن الصين القيمة ديال الصادرات ديالها كبر من الواردات، دونك الميزان التجاري ديالها كيشد فيه الخير، وهذا الشيء كيتطور باستمرار. هكا غنكونوا سالين المظاهر ديال القوة الاقتصادية ديال الصين، وقوية تبارك الله. ندخلوا للعوامل المفسرة لهذه القوة هذه، يعني الحواج اللي خلاو هذه القوة الاقتصادية تكون. نبداو بالعوامل الطبيعية. المناخ ديال الصين حتى هو زويون ومعروف بالرطوبة بحال ميريكان. الشتاء كتكون موجودة والجو كيكون ملائم طيلة السنة. الصين عندها مساحة زراعية مهمة في الواجهة ديال الشرق، يعني المساحات الزراعية في الشرق كبيرة. الشرق ديال الصين غني صناعيا وفلاحيا، يعني من جميع الجوانب. الطاقة والمعادن الصين كتنتج منهم داكشي متنوع ومحتل المراتب المتقدمة عالميا، واخا كتلقى فيه مشكل حيت العدد ديال السكان ديالها كبير وكيستهلكوا ويصنعوا بزاف، دونك كيلقاو فيه مشكل. هذا جانب. دابا هادو كلهم عوامل طبيعية. غادي ندخلوا دابا في العوامل البشرية. من ناحية العوامل البشرية كاين عدد السكان. عدد السكان كبير بزاف كما كنعرفوا، فراه 1.3 مليار اللي كاين في الصين، يعني اليد العاملة موجودة ورخيصة. الناس كاينة باغا تخدم وغيب تمان ماشي كبير بزاف. ندخلوا دابا للعامل الاخر او للعوامل الاخرى اللي هي العوامل التنظيمية. ها علاش الصين متقدمة في العوامل التنظيمية؟ واحد السياسة ديال الإصلاح دارت في 1978 دارها الرئيس ديال الحزب الشيوعي، واحد السيد الله يجازيه بخير كان سميتو دينغ كسياو بينغ. بدل بزاف ديال الحوايج في القوانين والنظام ديال الدولة، تقريبا دار ثورة لداكشي اللي كان قبل، وبدل الصين اقتصاديا في ظرف زماني قصير، ماشي بحال إعداد التراب الوطني اللي سنين هادي وما تبدل حتى شي حاجه
وما تبدل والو. المهم هاد الهضره بيناتنا. المهم هاد السياسه هادي اللي دارها دينغ كسياو بينغ بدلات الكومونات الشعبيه بالاستغلاليات العائليه. الكومونه كان الا بغيتي تشري شي ارض في الريف كان خاصك ضروري دير فيها واحد الكومونه اللي هي بحال الشكل ديال دوك القبات، يعني دايرين كي بحال الديور اللي تيشبهوا القبه. ولكن كسياو بينغ الله يجازيه بخير كان السبب في الانقراض ديال هاد الكومونات هادي، ولات الاستغلاليات العائليه يعني والملكيه الخاصه. بني حتى فيلا ما كاينش اشكال، بنيها في الريف بنيها في اي بلاصه ما كاينش اشكال. الدوله كذلك خفات في القطاعات الاقتصاديه ودارت معها زوين، كتعاون المقاولات وكتشجع الناس ديال المشاريع والشركات. الصين كتستعرض التكنولوجيا المتطوره من دول الغرب الراسمالي باش يطوروا الصناعات ديالهم. الصين كتعطي المقاولات الاستقلال الذاتي في التسيير، مثلا انت كانت عندك شي شركه في الصين ولا شي مقاوله عندك الحق دير قانون ديالك خاص واللي هو اللي يمشي يسري على ديك الشركه او المقاوله، يعني ما يكونش تابع للدوله. الصين دخلت واشتركت في مؤسسات كبيره، مؤسسات ماليه عالميه مختصه بالمال بحال منظمه التجاره العالميه ومنظمه البنك الدولي، هذه كلها عوامل تنظيميه. بون هنا يكونوا العوامل كلهم سلاو، اجي نشوفوا المشاكل والتحديات ديال الصين في المجال الاقتصادي. وفي طبيعه الحال حنا كنقراو في المجال الاقتصادي، ففي المشاكل الطبيعيه والبيئيه، المشاكل الخارجيه، وكاينه حتى المشاكل المجاليه اللي كتخص بالصين في الداخل ديالها الصين براسها. بالنسبه للمشاكل الطبيعيه والبيئيه، ان واخا المساحه الزراعيه كبيره ولكن قلال الاراضي اللي صالحه للزراعه، والامن الغذائي صعيب شويه في الصين، فدارت سياسه الطفل ولكن تخلاو عليها في 2015 باش يحققوا الجانب ديال الشيخوخه في المجتمع. الصين كانوا فيها الاطفال بزاف يعني، وكانت حتى الشيخوخه مرتفعه في المجتمع، دونك بغاو الدراري يكونوا صغار، يعني الفئه ديال الشباب هي اللي تغلب الفئه ديال الشيخوخه. ما حد الشيخوخه اولا الشيوخ ما كاينينش، فكتجي الفرصه باش الاطفال يتولدوا ويوليو شباب ويخدموا للصين ويخدموا المجتمع. فهذه هي الفكره ديال المجتمع الصيني، وهذا الشيء علاش حيدوا ديك سياسه الطفل. كاين مشكل اخر، انه كيف ما قلنا حنايا ان الصين كتصنع بزاف، الصين التصنيع ديالها فراه عالمي ومحتل واحد الرتب عاليه في العالم تقريبا، ولكن هذا التصنيع هذا كيلوث البيئه بواحد الشكل انعكاسي، فهذا مشكل بيئي. المشاكل الخارجيه ديال الصين كتبان في ان الصين كتجيب المواد الاوليه من دول الخارج. واخا الصين الانتاج الطاقي والمعدني عندها كبير، كتنتج الطاقه والمعادن بواحد الشكل كبير، الانتاج طالع، ولكن ما كفيهاش، راه كندويو على مليار و300 مليون ديال الخلق، يعني التصنيع والاستهلاك ديال هاد المعادن والطاقه هو اللي كيخلي الصين يعني كيسبب ليها انها تكون ملزمه انها تجيب مواد اوليه من الخارج. يعني داكشي راه تيضيع وكيتستهلك في التصنيع وكيتستهلك في الطوموبيلات وداكشي يعني اللي خاص بالطاقه. حاجه اخرى، ان الصين تابعه لدول الخارج باش تسوق المنتجات المصنعه ديالها، دونك كتخضع لشي حوايج كيفرضوها عليها الدول الخارج بحال الامريكان وكندا. فإلا كانت الصين غتصنع يعني غتسوق المنتجات المصنعه ديالها في هاد الدول هادو، فكتخضع لشي حوايج كيفرضوها عليها بحال السلام ولا انها تبقى بجنبهم ولا شي حاجه. الصين كذلك كتأثر من اللي وقعوا أزمات في الدول اللي مشاركة معاها، وهذا مشكل خارجي حتى هو، يعني فاش شي دولة كيطيح الاقتصاد ديالها الصين راه كتأزم وحتى هي كتأثر بهاد الأزمة هذه، ماشي كتأزم شي أزمة قوية ولكن كتأثر. بالنسبة للمشاكل المجالية، وصلنا دابا للمشاكل المجالية، كاين تباين إقليمي في الصين. الشرق ديال الصين غني في الفلاحة والصناعة والتجارة على الغرب والشمال والجنوب، حيث الشرق فيه قدم التعمير وعوامل بشرية وطبيعية وتاريخية هي اللي خلاته يولي غني، وهذا مشكل. فمن ناحية الشمال والجنوب والغرب ماشي غني بديك الدرجة اللي غني بها الشرق. الشرق كاين الفلاحة، كاين الصناعة، كاين الخدمة، كاين كلشي. مشكل آخر مجالي يعني كاين في الصين، هي أن الشبكة ديال المواصلات الداخلية في الصين
ضعيفة بحكم أن الصين فيها الغرق ديال البشر، دونك الترانات والباصات والتاكسيات يعني الطاكسي عندهم واحد المشكل معه، وهو الضعف ديالهم ليه، حيت الصين كبيرة بزاف من ناحية عدد السكان، وهذاك الترانات والتاكسيات والباصات ما كافينش ليها، دونك هذا مشكل مجالي. هنا غنكونوا سالينا كل شيء.